مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. اكيد الكل يعني بيتساءل عن الاهلي والاهلي وبلاتينيوم. ان شاء الله المباراه تقام يوم السبت الساعه 3:30 مساء باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا. ان شاء الله نطمنكم على كل اخبار نادي الاهلي في هذا المعسكر، في هذه المباراه تحديدا في زيمبابوي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. قلت لحضراتكم ان هي مباراه مهمه، كلنا مستنيين افريقيا السنه دي يعني على امر من الجبر. ان شاء الله ان شاء الله رجاله الاهلي قدها وقدود ان شاء الله مع ريني فايلر. كل حاجه ان شاء الله تكون متاحه على احر من الجمر، عشان برجاوي بيقول على احر من الجمر. ماشي، على احر من الجمر. ان شاء الله كل التوفيق لرجالتنا في زيمبابوي. ان شاء الله نرجع بالثلاث نقاط المهمين جدا جدا جدا. الكابتن سعيد عبد الحفيظ كان سئل قبل كده عن المباراتين القادمتين، قال ان هم اهم المباريات الافريقيه للنادي الاهلي، هيخرجونا ان شاء الله للبطوله، وان شاء الله نطلع باذن الله منصورين في هذه المباراه تحديدا لكاس افريقيا، الكاس اللي احنا بنستناها واللي غابت عننا، سواء كان بقى بفعل فاعل او احنا كان عندنا بعض التقصير. ان شاء الله كل الامور تعوض باذن الله. اطمنكم على الفريق بسرعه من خلال الاخبار لغايه لما نشوف فاروق صلاح هيدخل معانا يطمنا من زيمبابوي ولا الدنيا هتكون ايه. استعدادات مكثفه، قلت لحضراتكم ان في استعدادات مكثفه، الكل يعني شغال على قدم وساق للخروج من هذه المباراه بالثلاث نقاط، سواء بقى جو بقى بايظ، ارض مش عارف ايه، مفيش اي حاجه خالص. ان شاء الله تعوقنا عن الثلاث نقاط باذن الله. شغلنا وجهدنا وتعبنا مع نيفر، ان شاء الله نطلع بالثلاث نقاط باذن الله. بعثه الاهلي او الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي هتغادر العاصمه هراري، عاصمه زيمبابوي، صباح غد الجمعه ان شاء الله، متجهه الى ولايه بولاوايو. الاسماء بقى الافريقيه بولاوايو، الولايه اللي هتقام فيها هذه المباراه ان شاء الله يوم السبت، عصر السبت المقبل باذن الله. كابتن سمير عدلي المدير الاداري والدينامو النادي الاهلي كان كالعاده سبق الفريق علشان يشوف كل تجهيزات البعثه في ولايه بولاوايو. ان شاء الله كل الترتيبات تكون عند حسن ظن الجميع. كابتن سمير عدلي بيبذل قصارى جهده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وكل القائمين على بعثه النادي الاهلي، بيرتب فندق الاقامه، المران الرئيسي، الملعب، الاكل، الشرب، كل حاجه بيرتبها كابتن سمير عدلي. ما شاء الله ربنا يديله الصحه يا رب وطول العمر. ان شاء الله هيكون في طائره خاصه للنادي الاهلي من خلال هذه الرحله يوصلوا بالسلامه. ان شاء الله الرحله هتضم او البعثه هتضم 49 فرد من النادي الاهلي. تاني مران خاضوا النادي الاهلي بالفعل في الثالثه عصرا هذا اليوم. كان في بقى الشغل اللي عايز يعمله رينيفر، قلت لحضراتكم امبارح ان بعد وصول الفريق ورحله السفر الشاقه جدا جدا اكتفى رينيفر ب 30 دقيقه بس في المران، وطبعا ده الطبيعي وده الصح جدا. النهارده اعتقد ان كان في بقى مران مطول شويه شرح فيه فايلر كل الحاجات الفنيه اللي عايز يشرحها ويحفظها للاعبين قبل السفر بكره الى بولاوايو. ده تدريب النهارده، تمام. دي يعني بعض لقطات من مران اليوم امام حضراتكم قبل السفر بكره ان شاء الله. النجم وليد ازاري، جونيور اجاييه، هطمنكم على مروان محسن، هطمنكم على اللعيبه اللي يعني لسه فيهم كلام. احمد الشيخ هو العريس الجديد اللي ما لحقش يعني، يا عيني لسه يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تاني يوم كان في سفر. دي الكوره ودي طبيعتها. ايمن اشرف نجم الكبير، مجدي قفشه، يعني شوفوا بقى حضراتكم وتابعوا وانا اقول لكم الاخبار. استاذ ابراهيم الكفراوي بيعقد جلسات مستمره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي للاطمئنان على ترتيبات البعثه. ده الطبيعي جدا من كل اعضاء مجلس اداره المكلفين برئاسه البعثات الخارجيه للنادي الاهلي، دايما بيكون شغلهم الشاغل الاطمئنان على كل ما يدور في المعسكر. عشان كده استاذ ابراهيم الكفراوي دايما في اجتماعات مستمره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ للاطمئنان على سير البعثه، ولو في اي مشاكل يحلها بسرعه، اي عقبات، يعني كله تمام الحمد لله. اطمئن من خلال الاجتماعات ان الامور بتسير بشكل جيد جدا مثل ما هو مخطط لها تماما، وان الجميع يعيش في حاله من التركيز الشديد قبل هذا اللقاء الهام جدا، لقاء بلاتينيوم في الجوله الرابعه لمباريات دور المجموعات لبطوله افريقيا والمقرر لها يوم السبت ان شاء الله. تدريبات قويه للشناوي
وعلي لطفي، تدريبات قوية جدا للحراس، ده الخبر اللي عندي. يانكو مدرب الحراس خاض تدريبات قوية مع الشناوي وعلي لطفي حارس النادي الأهلي. كرامي زي ما انتم عارفين عنده إجهاد، إن شاء الله يطلع منه على خير. فايلر كان مركز في التدريب بخلاف الفنيات، لكن كان مركز على العرضيات. العرضيات حل من حلول كرة القدم، بنشوف لما يكون في تكتل بيكون في عندك حلول العرضيات عشان اللي بيلعب بدماغه كويس قوي، او الشوتينج من بره ال 18 زي ما شفنا، وعندنا اللعيبه اللي بتجيد اللعب بدماغها زي مروان محسن اللي قدام حضراتكم، الحمد لله احنا شفناه واطمنا عليه، لسه نتاكد كمان. والنجم وليد ازارو ايضا، كل ما شاء الله، جونيور اجاييه، السليه لما بيكمل بيلعب بدماغه، وقفشه ممكن يلعب بدماغه، شفناها برده المباراه اللي فاتت لكن ضيع الكره، معلش ان شاء الله يجيبها اللقاء القادم. عشان كده فايلر بيركز على كل الحلول استعدادا لاي موقف ممكن يقابله في المباراه، مش عارف يخترق من العمق هيبقى سلاحه الاختراق من الاطراف، هيبقى سلاحه الكروسات، ايا كان الدنيا فيها ايه. ده حديث مش عارف كان مين من الحراس اللي قاعد او مين اللي بيتكلمه، اعتقد ان هو كان شريف اكرام. في ختام المران كان في تقسيمه بين اللاعبين، واللي اكد عليها فايلر على شكل اللعب اللي يكون موجود في ماتش بلاتينيوم، وده الطبيعي في ختام اي لقاء او اي تدريب، اسف، ان بيكون في تقسيمه فنيه، بتكون تقسيمه فنيه يعني يبقى فيها اريحيه للاعبين، وبتكون حاجه اسمها تقسيمه مشروطه اللي هو بيطبق فيها اللعب اللي هو عايزه، هيلعب من على الاطراف، هيلعب من العمق، بيوجه اللاعبين في التقسيمه للعب الشكل التكتيكي اللي هو عايزه. اعتقد ان هو عمل كده. احمد فتحي، وليد سليمان، عمرو السوليه، نجوم كبيره جدا جدا في النادي الاهلي. اختبار طبي زي ما قلت لحضراتكم، الحمد لله احنا اطمنا على مروان في التدريبات، كان قدام حضراتكم من شويه، ده طبعا نجم فايلر اللي اقنع الكل ما شاء الله، يعني يا رب دايما كده. اختبار طبي لمروان ان شاء الله عشان يشوفوا خلاص بشكل نهائي هل هيكون في امكانيه اللعب هذه المباراه ولا الموضوع هيبقى صعب. احنا شفناه في التمرين لكن ما كانش فيه تمرين كوره. ده اكرامي هو اللي قلت لحضراتكم عنده اجهاد في السمانه وخط تدريبات استشفائيه وعلاجيه منفردا، شايفينه لابسين اهو، يعني مش لابس جزمه كوره. ان شاء الله يعني ترجع بسرعه جدا يا شريف. كل نجومنا بيوحشونا لما بيغيبوا حتى يوم واحد بس، احنا عايزينهم كلهم في الفورمه، واللي يطلع بقى يطلع، واللي يدخل يدخل، المهم يكونوا الحمد لله كلهم سالمين. ديانج قدام حضراتكم، الحمد لله يعني كل اللعيبه ما شاء الله ما شاء الله موجوده. طيب هيكون معانا فاروق صلاح ان شاء الله، هيكون معانا لايف ان شاء الله عشان يطمنا، مش عن التليفون، عشان يطمنكم كمان صوت وصوره على معسكر النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه الهامه جدا 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 امام بلاتينيوم الزيمبابوي. هنبعد شويه عن الكوره، نتكلم بقى عن الاهلي بيوقع عقود بنك القاهره لفرع الشيخ زايد. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن والاسطوره محمود الخطيب بوقع عقد مع بنك القاهرة اليوم، سيتم بموجبه افتتاح فرع جديد للبنك بفرع النادي بالشيخ زايد. وقع عن الأهلي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وعماد حلمي المدير المالي. وقع عن البنك القاهرة كل من محمد هشام رئيس قطاع الشؤون القانونية في حضور طارق فايد رئيس مجلس الإدارة، حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد حسني رئيس قطاع الفروع، شريف شلش مدير عام الشؤون الإدارية، هايدي النحاس مدير عام العلاقات العامة، وعبير بكر مدير القطاع العقاري، محمد عبد الرحمن نائب مدير القطاع العقاري، خالد النوتي رئيس الأصول العقارية. عميد محمد مرجان قال إن توقيع العقود جرى اليوم يأتي استكمالا لجهود مجلس الإدارة لتعظيم موارد النادي المالية، بعد الإعلان في وقت سابق عن مزايدة فاز بها ثلاثة من أكبر البنوك الوطنية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة لمدة 10 سنوات، وذلك بعد أن قامت لجنة البت بإنهاء كل الإجراءات اللازمة للوصول إلى أفضل العروض وفقا للمزايدة. ده كلام العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. أشار كمان إلى أن وجود مجمع بنوك يقام على مساحة 600 متر
يضم ثلاثة من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، يضمن وجود منافسة كبيرة وتقديم أفضل الخدمات للأعضاء. كان خبر مهم جدا جدا، كل التوفيق للنادي الأهلي ومجلس إدارته في تقديم الأحسن والأميز لخدمة أعضاء النادي الأهلي، واللي هم بيسعوا جاهدين بصراحة لتسهيل كل حاجة على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. كابتن الخطيب بيطلق شارة البدء الاختبارات ذوي الهمم لمحاولة عبور المنش. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أطلق شارة البدء لفعاليات الاختبارات النهائية للمنتخب المصري والعربي والألماني من ذوي الهمم لمحاولة عبور المنش والمحدد لها شهر يوليو القادم. استضاف مرسى النادي الأهلي بمقر الجزيرة صباح اليوم الخميس الاختبارات النهائية برعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف كل من خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وشرويت حافظ السباحة الأولمبية، في حضور الدكتور عماد حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية. كابتن الخطيب كان حريص على الترحيب بالسباحين من ذوي الهمم زي ما حضراتكم شايفين الصورة قدامكم، وقدم لهم قميص النادي الأهلي مؤكدا على اعتزاز النادي باستضافة هذه الفعاليات والتي تأتي انطلاقا من دور الأهلي المجتمعي وتعزيز دور الرياضة في بناء الشخصية. كابتن محمود الخطيب أضاف كمان أن استضافة النادي الاختبارات تأتي من واقع مسؤوليات النادي الأهلي المجتمعية تجاه كافة مؤسسات الدولة ودعمه ومساندته الدائمة لملف ذوي الهمم. دي كانت معظم أخبارنا، وإن شاء الله يكون معانا فاروق علشان يطمنا على معسكر النادي الأهلي للمباراة الهامة جدا أمام بلاتينيوم. زي ما قلنا لحضراتكم إن شاء الله هيكون مع الكابتن محمود صالح هذه المداخلة اللي هنستضيف الكابتن محمود صالح الكابتن الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني كابتن الكبير دكتور محمود صالح. حلو قوي لما تكون كابتن ومعاك دكتوراه. هنسال الكابتن محمود صالح في موضوع الدكتوراه الاول. منور الدنيا، كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك ودايما انا بسعد بلقاء. الله يخليك وانا كمان طبعا اكيد. اهلا بيك كابتن. حلو قوي لما تكون يعني كابتن كبير جدا بحجم الكابتن محمود صالح. الله يخليك. وفكرت ان انت تاخد دكتوراه. هي تاخرت قوي طبعا، بس الفكره جات لك وكنت حريص عليها ليه؟ اقول لحضرتك انا فكرت اكمل الدراسات العليا. تمام. خريج طبعا كليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان. تمام. سنه 92 91 كان مايكل ايفرت، مستر مايكل ايفرت موجود، وموجود كابتن عزت ابو رئيس مدير كوره، وكان معاهم مساعد الكابتن فتحي مبروك، وكانوا واخدين قرار ان انا اعتزل يعني. فابتديت ادرس يعني دراسات عليا، بس اللي حصل كان الجهاز بقى مشي ورجع، كان الكابتن انور سلامه واستدعوه كان من الامارات ورجع ومسك الفرقه وقال رجع محمود يعني، وانقطعت بقى علاقاتي بالدراسات العليا. الشغل بيبقى صعب طبعا، لازم تحضر محاضرات وبتاع، فبتبقى صعبه أكيد طبعا اكيد. فالفكره بعدت عني وفي 2002 الله يرحمه. 10 سنين يعني. اه 10 سنين الفكره طلعت من دماغك خالص؟ اه لا خالص. تمام. الدكتور مصطفى الجيران الله يرحمه كان صديق عزيز وكان لعيب معانا في النادي الاهلي الله يرحمه، وقال لي طب ما تيجي. قلت له طب ماشي اوكي. في جامعه مدينه السادات وبدات بقى بديت طبعا الموضوع كان بيبقى صعب لان برضو الارتباطات بالتدريب وكده، فاستمرت بقى من 2002 ل 2018. بس انجاز حلو يا كابتن محمود. اه الحمد لله. انا كنت بتحس حريص حريص حريص. هي هي طبعا جايه متاخره طبعا، المفروض كانت تيجي بدري عن كده بشكل كبير، بس بتحملك مسؤوليه. بس جت. خلي بالك حته ان هي جت متاخره دي، يعني انا مثلا اكون عايز اعمل حاجه انا شخصيا اقول لا خلاص بقى يعني هعمل ايه، بعد كمان سنتين ثلاثه اقول يا ريتني كنت عملت الحاجه اللي كنت عايز اعملها. بالظبط. فحته جت متاخره دي يعني كويس ان حضرتك. لا كويس ان جت. خلاص بالظبط. بس الانسان مهم جدا، انا ما خططتش لحياتي، قليل اللي بيخطط لحياته. لازم تخطط لحياتك، هتعمل السنه الجايه واللي بعدها.
عشان ما تفاجئش بان عمرك كبر وانت في حاجه كنت تتمنى تعملها وما عملتهاش. يعني حضرتك شايف ان التخطيط حاجه مهمه؟ طبعا طبعا طبعا. الدراسه بتحملك مسؤوليه كبيره الحقيقه. الناس بكره ان انت بقى عارف كل حاجه، ممكن الناس تسالك، دايما محطوط في اختبار، فمهم تكون مستعد لهذا الاختبار. فمهم تقرا كتير. اكيد تقرا أكيد. كتير اكيد. عموما اهلا بحضرتك مره ثانيه. الله يخليك. عندنا مباراه غايه في الاهميه امام بريطانيا من زيمبابوي ان شاء الله يوم السبت باذن الله في الساعه 3:30 تقريبا. شايف اهميه المباراه من فين يا كابتن محمد؟ صعب، انت عارف ثلاث فرق مشتركين في 6 نقاط في 3 مباريات، الموقف صعب، محتاجين نكسب، عندنا فرصه كويسه، في فرق كبير طبعا في الخبرات والمستوى الفني، كل ده في صالح النادي الاهلي. مهم التركيز، ومهم العامل البدني النفسي والذهني لازم يكون في اعلى درجاته، تصميم على الفوز وفي اعلى تركيز اكيد. واعتقد ان شاء الله يعني هو المستر فايلر الحقيقه بيقدر يجهز اللاعبين حتى لو في مشاكل في الاصابات، عندنا اصابات كثيره طبعا، انه هو دايما بيبقى دايما مجهز اللعبه بشكل جيد. الهلال قلب المجموعه يا كابتن محمود. بفوزه على النجم بره يعني في ملعب النجم الساحلي. كله كان مع كابتن حماده صدقي. بالظبط، اول مباراه للكابتن حماده. احنا يعني عملنا لنا مشكله كابتن حماده. احنا فرحنا له صحيح، وجميل قوي، احنا بنحب النادي الاهلي، بيحب المنافسه كابتن محمود. طبعا. يعني النادي الاهلي لما بيكون كده لوحده لا، هو عايز حد ينافسه، وعايز يبقى في يعني محك حقيقي. كلامك مظبوط. يعني انت بخليتني ارجع بالذاكره شويه، انا جات حاجه في ذهني، انا كنت احب الماتشات اللي بره ملعبنا، مش كده؟ بحس ان انا في تحدي مع الناس، الجمهور ده بالظبط، وبادي احلى مباريات ليا خارج ملعبي. فعلا دي حقيقه. لما احنا كمان كاهلاويه دي موجوده في الاهلي عموما. لما اشوف الاهلي نازل الفرقه ما فيش هدف، فرقه حاسس ان هو ضعيفه، لكن الاهلي في ماتشات القويه الاهلي طبعا هو شخصيته الحقيقيه بالظبط، لان المباريات الصعبه بتخلي الجانب النفسي والذهني حاضر ومتواجد بنسبه كبيره. جميل قوي. وطبيعي النادي الاهلي من الناحيه الفنيه وما تجمعه من ناحيه خططيه ومهاريه والناحيه البدنيه بتبقى جاهزه. هي النادي الاهلي لو لا قدر الله في ادى مباراه اقل مستوى، هي بتبقى الاعداد النفسي والذهني بعيد شويه. دي مسؤوليه طبعا الجهاز الفني، وانت مع نفسك لازم تكون تعد نفسك بالظبط. يعني وزنك زياده، تخسس، تتخيل الناس المنافسين معاك، مين اللي هيبقى معاك في تنافس مباشر الملعب، كل دي نقط مهمه جدا لازم، ودي فايتانا الحقيقه في التدريب، يعني لازم الحاجات دي نتعلمها من الصغر. لازم. انا ما ادخلش الواد، خلي بالك احنا كل مره انا وحضرتك بنقعد نتكلم وروح راجعين للصغر الناشئين. بالظبط بالظبط. يعني انا ما احطش الواد في توتر واحمله ضغوط، لا بالزبط. بس احسسه يعني تمرين، تنزل تأدي التمرين المطلوب منه وهو صغير. شغلك وحياتك واحترافيتك. بدا كام، 8 سنين؟ لازم قبل ما ابدا اقول له التمرين كذا وهنعمل كذا، وتأدي التمرين كويس، وفي مكافاه اللي هيأدي بشكل كويس، وتعمل الحاجات اللي فيها حوافز ديته، لانه الصغار الحاله الاحترافيه بالظبط ببساطه وما يعني مناسب، عشان ما فيش حد يقول لي ده عايز يوتر اللعيبه، لا حاجه لا تبقى لا مميزه وتناسب المرحله السنيه، لازم تدخله يبقى مركز بالظبط، لازم تدخله يبقى ان في تنافس. شغلانتك دي في تنافس، فدي شغلانتك في تنافس بالزبط. النهارده في العاب بتتلعب، بيبدا اللعيب من 4 سنين مثلا، الجمباز من 4 سنين، طب ما هيخش بطوله وعنده مثلا 6 سنين ولا 8 سنين. طب لازم اعده بالظبط، بس هي متدرجه بشكل طبعًا متدرج طبعًا طبعًا وبشكل بسيط ويناسب المرحله السنيه طبعًا. دي نقطه مهمه جدا. ممكن قلنا النقطه الثانيه، حته اللي بنعانيها في الكبر، النواحي الخططيه، لازم اللعيب يتعلم خطط بسيطه طبعًا. يعني باصي وتحرك، يتحرك في المساحه الفاضيه طبعًا. التحرك من غير كره يبقى يعني في حاجات، يعني ارجو يمكن الكتب القديمه ما كانتش تقول كده، بس لازم بقى يعني نطور. ما فيش ثوابت يعني يبقى غلطان جدا اللي يفضل يعتمد على كتب ومرجعيات طبعًا. لان مفيش ثوابت خالص طبعا خصوصا طبعًا. واللي عمل الكتاب ده هو فكر بالظبط، انت فكر برضك ممكن بالزبط. تحط حاجه الناس تمشي وراك فيها. جميل قوي. صح. الكابتن حماده صدقي كان رايح مباراه النجم، مش يعني هو يعني اقصى امانيه ان هو ممكن يتعادل. اقصى امانيه، هل فعلا النجم الساحلي السنه دي ضعيف جدا؟ هل هو كان يستحق الخساره بالرغم ان هو بعد ما جه فيه جول من الهلال السوداني بدا ان هو يستحوذ على الامور كلها، لكن ما عرفش يجيب جول. فهل هو فعلا ضعيف، فرقه ضعيفه؟ هل كابتن حماده كان موفق جدا
المجموعه اتقلبت ازاي؟ هتلاقي هم الاعداد النفس ما دي اللي بتفرق على فكره. المستويات دايما بتبقى يعني النواحي البدنيه الناس كلها بتتمرن كويس دلوقتي وفي فكر والناس عندها علم وتلاقي الفرق كلها جاهزه بدني وبتاع. اه ممكن تبقى ناحيه مهاريه بعض اللاعبين المميزين بتفرق. الناحيه الخططيه لحد ما برضو. انما دايما في المستويات المتقاربه يا كابتن اللي طبعا ما فيش شك هي العامل النفسي والذهني الاعداد للمباراه. انا بعتقد ان الكابتن حماده صدقي بخبرته اعد الفرق واعد فريقه بشكل النواحي الذهنيه ديت والنفسيه اعدهم بشكل كويس. هي دي من مميزات والعكس اه هو طبيعه شخصيته كده حماده كان دايما متحمس وراجل في الملعب وملتزم و و ف احيانا اللي بيتكلم بصدق بتوصل المعلومه كويس واللعيبه بتحس بيه بتحس بشخصيته وبتقتنع بكلامه. وطبعا مع تاريخه في سواء كلاعب لاعب دولي وتاريخه مع في التدريب مع منتخب مصر وانديه مصر مفيش شك بتدي ثقه للعيبه وبتولد ثقه في وقت قريب هتلاقي تواجد الثقه بين اللعيبه وبين المدير الفني. وهو عنده خبرات كبيره وتاريخه الكبير ده اكيد ساعده بشكل كبير اكيد. ودليل على كلام حضرتك ان بعد ما اللعيبه الماتش خلص راحوا له طبعا. اللعيبه راحت للكابتن حماده يعني طبعا. كان لسه ما لحقش كان معاهم اسبوع او 10. هو اكيد ادى الثقه وما شال الرهبه خالص وادى ثقه يعني نقل ثقته اللي هي موجوده. لازم انت تبقى عندك ثقه انت يعني تبقى موجوده. انت مش هتتكلم كلام وهو انت مش شاعر بيه. يعني بكلم لعيب بقول له انت مستواك كذا لازم كلامك يكون فيه صدق يعني انت ما عشان يوصل اللعيب يبقى مقتنع بيه. اكيد اكيد. فهو اكيد هو العامل النفسي والذهني ده اعتقد هو كان الفارق. وعلى العكس تماما اكيد النجم الساحلي بدا المباراه ان متخيل الهلال السوداني بعيد عن ان نازلين يكسبوا طبعا ان النادي الهلال السوداني بعيد عن التنافس في البطولات الافريقيه بقى لفترات طويله. انما لازم ده درس لينا كلنا لازم تحترم المنافس صح بتاعك صح صح لان ممكن ما تدركش الامور بعد كده وده اللي حصل فعلا بالظبط. كابتن محمود كنت جيل ما شاء الله يعني كنت لما بتفرج على الماتشات بتاعتكم حاجه يعني كل لعيب فيكم فرقه ما شاء الله يعني. لما كنتوا بتلعبوا في ماتشات مهمه زي كده اللي هي بقى فيها لازم اكسب بتاخد انت انطباعاتك ازاي؟ تبقى نازل عايز ايه من المباراه؟ بتبقى عايز تسمع ايه من المدرب بتاعك؟ يعني ارجعك شويه كده يعني انا مثلا بكره ان شاء الله عندنا هنتكلم في مباراه الاهلي ودراجونز. المباراه لو تفتكرها في كاس الكؤوس 85 اللي حضراتكم كسبتوا فيها 4-0 وكان التعادل هناك 1-1 دراجونز بنين بالظبط كان عبيدي بليل بيلعب المباراه عبيدي بليل هنتكلم يعني فيها بكره ان شاء الله 35 سنه بنفكر الناس احنا بالماتشات دي 36 سنه حاجه جميله قوي. احنا يعني انا مستمتع بصراحه وانا بعمل الماتشات دي كمان بتفرج على قيم بتفرج على جو نظيف قوي. ايه الضغوطات اللي كانت بتيجي عليك؟ ايه اللي بتحب تسمعه؟ ارجعك شويه لورا رجعني. هو بصوا في النقطه الاهم دور الكباتن الكبار حقيقه تمام. من اول احنا يعني جيلنا ابتدى يلعب ابتديت العب 81 انا والاجيال اللي قبليه والاجيال اللي بعديه في التوقيت ده الحقيقه كان موجود طبعا الموجود الكابتن مصطفى عبده كان كابتن الله يعني يمسيه بالخير يعني كل التحيه لي. وموجود طبعا الكابتن محمود الخطيب وموجود الكابتن اكرام والكابتن ثابت وكابتن ماهر همام كتير يعني كل دول كان لهم دور الحقيقه يعني فعلا بتلاقي في دور بصرف النظر في لعيبه من اللعيبه دي ما كانتش بتلعب ممكن المباراه النهارده مش هيبدا بيها شكل اساسي. انما الحماس وحب النادي ودورهم كانهم كوتشات يعني الحقيقه يعني التزامهم في التدريب التزامهم في حياته التزامهم في المباراه الوديه والتزامهم في كل ده الحقيقه احنا اتنقل لنا واخدنا الانطباع ده عن اللعيبه الحقيقه. فده اعتقد يعني مش بتكلم عن النادي الاهلي بس هتلاقي في الاتحاد السكندري كده هتلاقي في لعيبه كبار كان لهم دور كبير قوي. هتلاقي في الزمالك كان كده هتلاقي في الاسماعيلي كده هتلاقي كل انديه مصر دايما المجموعه الكبيره دول ليهم دور متحملين المسؤوليه جدا وكانهم في الجهاز الفني او الجهاز الاداري في الـ في الـ في, الـ في الفريق ومهتمين وبيشجعوا اذا كان لعيب صغير ويحمسوهم الروح كانت موجوده كانت فيها تعاون وفيها حب وفيها اخلاص الحقيقه. مش عايز اقول قلت بس انا يعني الدور يمكن دور المدرب اللعيبه الكبار في السن هي مش متوفر قوي دلوقتي
لان انت زمان كان ما كانش في احتراف بقى وتبادل اللعيبه، كنت ممكن تلاقي مع ان ما طلعنا مثلا كانت ممكن الكابتن خطيب والكابتن مصطفى عبده بقى لهم 12 سنه بيلعبوا درجه اولى، فيعني خبرات ده احنا وكمان كان اللعيبه في النادي بيقعدوا فتره طويله جدا، ما كانش في احتراف، كانش لا لا في هو النادي اللي يقول لك، فالارتباط بالنادي بالزبط. غير طبيعي، والمجموعه هي بالزبط. واحده تمام. ومستمره بالزبط. انت يعني كنت صغير طفل تتفرج على اللعيب، لعبت معاه، وتيجي بعد 10 سنين تلاقي نفسك انت فشوف بقى تاثيره معاك قد ايه. هو في الماتش ده تحديدا حضرتك كنت بتلعب انت وكابتن مجدي عبد الله اثنين مساكين، كابتن حمدي ابو راضي وكابتن ربيع ياسين، ده كان خط الدفاع بتاعك وكان الكابتن اكرامي الحارس المرمى بالظبط. يعني انا مش متذكر قوي طبعا، فاكر الكابتن الخطيب اعتقد جاب هاتريك، جاب هاتريك جاب جون مش طبيعي، ربنا دايما يبقى في افضل حال ان شاء الله، جاب جون مش طبيعيه. فاكر جون بكعبه كده والكره، جون بكعبه وجون على بصدره كده سندة وحطها وعدى وشاط، وجون من نص الملعب بس الفرقه، دايما الكابتن الخطيب في تمايز في الاهداف اللي بيحرزها. والكابتن طارق ابو زيد حط الهدف طبعا التاني. الكابتن كان متالق في الفتره دي برضو كابتن طارق ابو زيد. المجموعه كلها ما شاء الله، روح، وكان دايما يجتمعوا معانا وقبل الماتش ويكلمونا، يعني روح انا شايف يعني كان لهم فضل كبير اللعيبه الكبار الحقيقه بصراحه، يعني اجيال الجديده ديت اذا كان في تفوق ليهم او استمراريه سنوات طويله ومستوى عالي وساعدونا الحقيقه، كان كله طبعا لمصلحه النادي الحقيقه، اعتقد كان ليهم دور كبير، اتمنى يكون موجود. انا مش متابع اول فريق الاول يعني في النقطه دي، يعني بنتفرج طبعا المباريات وبنتابع المستوى الفني والاداء اللي بيلعبوا بيه الحقيقه، بس دي النقطه كانت مهمه جدا متوفره جدا في النادي الاهلي ولا كل الانديه الحقيقه. تمام. ودايما اللعيب ما كانش بيبص بقى ياخد فلوس كام، انا تذكرت نقطه على فكره، كان زمان الكابتن حسن حمدي كان عامل حاجه كويسه، اللعيب اللي بيعدي ال 120 مباراه رسميه مع النادي ياخد مكافاه كامله، يعني ليه تعويض مثلا 8 ماتشات او 10 ماتشات في السنه، مش فاكر كام ماتش، ممكن تكون 10 او 12 ماتش في السنه، حتى لو هو بره التيم خالص بره السكور ياخد مكافاه كامله. انا فاكر في لعيبه كانت عامله مشكله، قالت لك احنا مش عايزين مكافاه، انا عايز العب، دي الروح دي اللي كانت موجوده الحقيقه، يعني دايما كنا بنعيشها، وكان في لعيبه كبار اكتر، كل معظم اي لعيب اذا كان في السكور فيه 2 او 3 بيبقوا زعلانين وعاملين مشكله، او حد ممكن يجي يقول لهم انت معدي ال 120 مباراه رسميه انت هتاخد مكافاه كامله، انا مش عايز اخد مكافاه، انا عايز العب. كابتن محمود حضرتك يعني شخصيه في الملعب، كنت شخصيه هاديه جدا، مش باين عليك تاثرك او خوفك من اي حد، ده الظاهر لينا احنا كجماهير بنتفرج ومتابعين. امتى كنت بتقلق؟ لان شخصيتك ووقفتك في الملعب كان ما شاء الله، لا مش متاثر، لكن اكيد بيجي لك مواقف انت بتبقى قلقان فيها. لا ممكن نتيجه المباراه، الخوف على نتيجه المباراه بس ممكن تاثر عليا. انما اجواء المباراه في ملعب خارجي، ملعب داخلي، جمهور المنافس، لا انا في بدايه الحلقه قلت لحضرتك انا كنت بحب الماتشات اللي خارج، وفعلا كنت بادي فيها افضل. تمام. لا بترجع بقى يعني مش عايز يعني الواحد يعني يشكر في نفسه، اوكي، بس هي انا لا كان عندي حماس وكان عندي ثقه في نفسي. تمام، جميل قوي، دي نقطه مهمه جدا. الثقه مطلوبه جدا خصوصا لعيب النادي الاهلي، اللعيب اللي بيتحمل الضغوطات، الضغط الجماهيري، الضغط النفسي، كلام مدربه ممكن يبقى عنيف شويه، خصوصا المدرب الاجانب بيبقى يعني حد شويه، لانه هو عايز ينجح الصوره في كل حاجه فيها، دي بتبقى موجوده في اللاعب داخليا، داخل عنده دايما عنده حافز، مش حافز اللي هو دوافع، يعني الحافز ده يعني هديه، حاجات خارج جواه دافع، الحياه دي يعني كانت موجوده وتنمى، انت بتلعب في النادي الاهلي نادي كبير برضه بتحملك مسؤوليه اكتر، تلاقي نفسك تركيزها اكتر بالزبط. النجوم زي ما قلت دول النجوم الكبار دول كان ليهم فضل كبير في نشاتنا الحقيقه، ازاي نكتسب الثقه وانتوا النادي الاهلي، دور كبير فعلا طبعا، تاريخ النادي الاهلي بيديك برضه ثقه في نفسك، عوامل كتير، الجمهور بيديك ثقه في نفسك، النتائج اللي بتأديها، البطولات اللي بتاخدها بتديك ثقه في نفسك، كل دي الحياه، والحياه دي مجتمع في النادي الاهلي متواجده بالزبط. في نتائج بالزبط. في مجموعه لاعبين متحملين مسؤوليه كبار، في بطولات بتعملها، تاريخ وراك، تاريخ كبير، ده طبعا مفيش شك بيحملك مسؤوليه كبيره، وانك كنت تمثل النادي الاهلي اكيد بيديك ثقه كبيره، انت احنا يعني بدنا نلعب، دي اهم حاجه، ورايا يعني مثلا في الكابتن ثابت والكابتن اكرامي وبعد كده الكابتن احمد شو، ايه ده بالظبط، الحلب مع دول بالظبط، يعني احنا كنا انت لابس تيشيرت لبسه يعني عظماء، انا لعبت سريع يعني لعبت بقيت بلعب على طول من اول مباراه، بقيت اساسي، ممكن تاني سنه كنت رايح متاخر، يمكن حكيت الموضوع ده مش عايز اكرره تاني، يعني رحت النادي متاخر، ويعني الموضوع بالنسبه لي
انا قلت ايه اللي بيحصل محمد؟ بتعملها مفاجاه بالنسبه لي. فمتخيل انت بقى الاجواء دي ان بالك 12 سنه بتتفرج على لعيب او 15 سنه وبعدين بتبقى زميله. شوف بقى الثقه ومع تحمل المسؤوليه مع تاريخ النادي مع النتائج مع البطولات والنادي الاهلي على مستوى العالم، البطولات بتاعته مش على مستوى المحلي او المستوى الافريقي، لا على المستوى العالمي يعني البطولات الافريقيه لا دي المفروض كل العوامل دي ما فيش شك عشان كده ببقى حزين جدا الحاجات اللي ببقى زعلان ان اللاعب مش حاسس بقيمه المكان اللي هو فيه. انت وراك تاريخ، انت المفروض انت بتمثل نادي كبير ووراك تاريخ كبير، انت مش محتاج تشجيع. صح. انت المفروض تكون يعني صح. انت جاي عندك قمه الالتزام ان انت تعمل احسن حاجه عندك. اعتقد دي كانت زايده شويه في كان جيل مميز، الجيل السبعينات وجيل الثمانينات لما احنا بدانا معاه. اصل انتوا برضه يا كابتن كان ما شاء الله عندكم ميزه يعني احنا نكاد نكون مفتقدينها دلوقتي، اللي هو انتوا كان مصدركم الجمهور. بس طبعا دي طبعا بس، لكن دلوقتي اللعيب عنده مصادر كتير جدا، عنده في تارجت فلوس بيتكلم فيه، في سوشيال ميديا، في تلفزيون كتير جدا جدا وقنوات كتيره جدا جدا، لكن انت كان عندك السبوت الاساسي بتاعك والدافع الاساسي هو الجمهور. تمام. كان يعني الماتش اللي انا هتكلم عليه بكره ده كان فيه 120 ألف متفرج. تمام. حضرتك متخيل؟ تمام. مش متخيل ايه حضرتك عشت. تمام عشت 120 ألف متفرج. تمام. تخيل 120 ألف متفرج دلوقتي في استاد القاهره دلوقتي. تمام. مع اي فرقه. تمام. مفيش شك لابس قميص النادي الاهلي اقصد. تمام يعني. تمام مفيش شك طبعا كل ده الميديا وال كل ده اعتقد بتعمل نوع من التشتيت، بتشتت شويه بتشتت. احنا انا يعني انت بتستنى اليوم عشان تشوف الجماهير وتتفاعل معاها والجمهور تشوفك وانت بتلعب. انا جوازي حتى اتاخر على فكره، قعدت فتره اتاخرت فريت كذا سنه عدوا قلت ايه ده؟ كان والله كان كل تركيزي في الكوره، اشوف حتى الجواز نفسه. انت يعني كان حياتك الكوره وانك تلعب وانك تأدي وتاخد بطولات. حتى ما كانش في تركيز في الجوانب الماديه دي خالص خالص. يعني احنا بدانا يعني عايز اقول لك حاجه، العقد كان 80 جنيه سنه 81 بالظبط لما بدات العب، والمكافئات كانت ضعيفه يعني ممكن 120 جنيه 80 جنيه مكافاه المباراه. عشان تاخد ال 120 يعني تزيد 40 كام؟ 40 جنيه زياده بس في عقدك، كان لازم تلعب 8 ماتشات رسميين. انا جيت مثلا في الماتش السادس اخدت لي كدمه كده، كانت يعني الوضع الطبيعي ما العبش. لا لازم العب. انا والله العظيم يا كابتن عارف انا عايز العب، عايز اكمل الثمانيه طبعا عشان اخد وازيد ال 40 جنيه دي. تخيل طبعا دافع بالنسبه لك وحماس كبير كده. احنا التقسيمات كانت زمان كابتن محمود لما بتسمع، انا اسف ان قطعتك بس لازم اقول لك السؤال دلوقتي حالا، لما بتسمع الارقام دلوقتي الخياليه هي ممكن تاثر بشكل سلبي وبتقارن حضرتك بنوعيات لعيبه بتاعتك اللي انت لعبت معاها ونوعيات لعيبه، مع احترامي طبعا لكل لعيبه، بيبقى احساسك انت ايه شخصيا يعني من جواك؟ هي برضو فيها نوع من الضرر، ممكن الاكتفاء المادي بيجي عند اللاعب بسرعه قوي، ممكن في خلال سنتين يبقى معاه كام مليون كده وجاله اشباع من الناحيه الماديه، ممكن دي بتخرجه عن تركيزه في اللعب ان هو يكمل. ان هو يكمل. انت انا برضو اتذكرت حاجه يعني كل التحيه والتقدير للكابتن حسن حمدي الحقيقه يعني. كان عمل حاجه قبل ما يعني في اثناء لعبنا، كل لاعب عمل مباراه رسميه تتحسب له ب 250 جنيه وياخدها في مع اعتزاله. يعني لعبت 100 مباراه تاخد 25000، 200 مباراه تاخد المبلغ ده كان رهيب بالنسبه لنا طبعا. احنا كنا بنقاتل عشان النقطه دي طبعا. حريص انك تلعب، حريص انك تشترك في مباراه رسميه طبعا. ليه؟ لان انت عايز في الاخر مثلا تطلع مثلا 300 مباراه مثلا يبقى معاك 150000، ده مبلغ رهيب طبعا كده الدنيا خلاص. انت مش هتعمله وانت بتلعب، فانت هتاخده وانت بتعتزل. لا وبعدين فلو انت قاتل انت بتلعبش وبس، ده انت بتلعب ولازم تثبت نفسك عشان تلعب بعد كده بالظبط. فانت بتضرب كل هو ضرب كل حاجه بالزبط. بطوبه بالزبط. زي ما بيقولوا يعني هي احيانا الماده ما بتكتر، وده غلط طبعا. انت المفروض تعمل لنفسك تاريخ ومجد بصرف النظر عن الاكتفاء المادي ده. شايفين بره كريستيانو وميسي عايزين كانه بادئ حياته بالظبط، كانه ده اول موسم ليه بالظبط، كانه ما ياخدش فلوس خالص. لا لا خالص. وده فعلا احيانا بقى في بعض اللاعبين طبعا، انما في لعيبه طبعا بتتالق وتستمر عندنا في انديه اخرى الحقيقه. والجانب المادي ده ما فيش حاجه اسمها اشباع مادي، هو برده عايز يعمل تاريخ لنفسه. اكيد طبعا اكيد طبعا. ودي حاجه مهمه موضوع انك تعمل تاريخ لنفسك اكيد، لانه الزمن مش هيرجع طبعا. يعني في لعيبه يعني انا متخيل في لعيبه على مختلف الاجيال، ياه
يا ريتني. المفروض انا لعبت، انا المفروض كنت كذا، انا اهملت، انا كان عندي فرصه، انا كنت ممكن العب 10 12 سنه، انا كنت ممكن العب دولي وامكانياتي انا انا انا. ف محمد عبد الجليل كان معايا في احد الحلقات يا كابتن، وبعدين قلت له عايز اسال سؤال، قال لي عارفه. قال لي عارفه وانا هرد عليك، هقول لك انا لو رجع بيا الزمن تاني هجيب خيمه واقعد في قلب الملعب مش هطلع منه. يعني كان على فكره محمد عبد الجليل كانته كويسه جدا. ما بالظبط. والتاريخ اللي عمله لا يتناسب مع امكانياته الحقيقيه خالص. خد بالك اللاعب الوحيد وهو جايب الكره بقى قلقان منه. تخيل بقى في التقسيمات في النادي او حاجه. ده لعيب مش ما شاء الله ما كانش طبيعي. انا ما كنتش بخاف من حد، انا ما كنتش بخاف من عبد الجليل بس. وهو جايب الكره دريبل. كانت امكانياته كويسه جدا. ده اعتراف حصري ولا قلته قبل كده؟ واعتقد حصري، انا عمري ما قلت كده. أنا مش عايز انا بستغرب يا كابتن. ما انا بقول لك اللعيب الوحيد اللي انا ابقى قلقان منه هو جاي لي بالكوره دريبل. كانت كورته حلوه ومخه كان حاضر دايما. دي حاجه اللي جايب الكوره. واللي جاي من غير كوره كان علاء ميهوب. يعني جاي في اتجاهي هيجري فين ويعمل فين فين من غير كوره كان علاء ميهوب. انا بقول لك حاجه يعني ايه يعني متخصصه قوي في الناحيه الفنيه. اكيد يمكن علاء عنده الميزه دي يمكن ما يعرفهاش، او عبد الجليل عنده الميزه دي. لا تيجي تقول لك بس انا اللي حاسسها. اكيد انا اللي حاسسها. علاء من غير كوره تحركاته غير طبيعيه. والدريبل بتاع عبد الجليل. عموما عايز اسال حضرتك سؤال برضو قبل ما ندخل برضو في النواحي الفنيه لمباراه الاهلي والتانيه. كان على ايام حضرتك مقوله المدير الفني ده مش افريقيا كويس ومحليا كويس وان انا اقارن بقى هو افريقيا ايه ومحليا ايه؟ لا عند رايي الشخصي الكوره مفتوحه يا كابتن. مش كده؟ طبعا مفيش اقول لك اصل خبرات افريقيه. ايه خبرات انا معاك جدا، انا معاك جدا. لاعبين افريقيا كلهم بيلعبوا بره، هتلاعب فرقه دوليه بالظبط. النهارده تلعب مثلا السنغال ولا نيجيريا ولا الكاميرون، اللعيبه كلها محترفه بره. ومفيش مقوله ان الكره الانجليزيه فين؟ ده فيها الفرقه فيها 15 جنسيه وممكن تلاقي لاعب او اثنين بس بيحملوا الجنسيه الانجليزيه والباقي كله. موضوع الكره ما فيهاش جنسيه. انما تتوقف على فكر المدرب وامكانياته الفنيه ويقدر يعمل ايه مع المجموعه دي ويتطور في ادائهم وازاي يحقق نتائج وازاي يتغلب على المنافسين وازاي يصنع تاريخ للنادي ده. انما بالظبط يعني يقول لك ايه هات مدرب لعب في افريقيا كتير واشترك في بطولات عشان يبقى عنده يعني ايه عنده يعني مش عارف دي كوره ودي كوره صح صح. انا هلاعب منافس، انا عملت اعداد لفرقتي ازاي؟ طورت ادائهم ازاي؟ جهزتهم من كل النواحي فرمته الرياضيه ازاي؟ وبعد كده اجي افكر ايه المنافس ده؟ ايه امكانياته؟ ايه عناصر القوه وعناصر الضعف وطريقه لعبه والى اخره؟ وهلعب ازاي؟ وايه التيم المناسب اللي عندي وازاي احط تشكيل؟ كل الافكار دي يا كابتن كلها بتدور في ذهن اي مدير فني على مستوى العالم حتى لو بيدرب مركز شباب. صح. هو كل الافكار دي بتدور في دماغه، فالكره ما فيهاش جنسيه. الكره مفتوحه تمام. وده اللي كان زمان يا كابتن الدول منغلقه. الانجليزي بيلعبوا في الدوري، البرازيليين بيلعبوا في الدوري البرازيلي بس. والبرازيل مش عارف عشان تيجي اوروبا بياخدوا سفينه يمكن ما بيركبوش الطياره في الزمن القديم شويه يعني. فالدنيا ما فيش بقى ولا في ولا بتشوف حد هتلاعب مين ولا عارف اي حاجه خالص. دلوقتي انت عارف كل حاجه، وانت عارف درجه الحراره كام هناك وعارف الجو فيه مطر ولا ما فيهوش مطر وعارف الملعب شكله ايه كله وانت قاعد في مكانك. طبعا انت هتقابل منتخب انجلترا كل التفاصيل هتبقى بالظبط كل التفاصيل هتبقى بالظبط. فالكوره مفتوحه وانت نفسك كل اللي عندك الاخرين والمنافسين ليك عارفين كل حاجه عندك. واعتقد كانت لعبتك وكانت فريقك كل حاجه مفتوحه. واعتقد ان فايلر هو بيتعامل من المنطلق ده ان انا بلعب كوره. ايوه هلعب كوره بره زي ما العب كوره في الدوري زي ما العب كوره في كاس عالم زي ما العب هي دي الكوره بتاعتي وده اللي انا بطور لعيبتي عشانه. واعتقد ان كمان فايلر عمل كده، طور نفس الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه، هو طور لعيبته خلى كل اللعيبه متاحه للعب، شال من دماغ اللعيبه انا اساسي وانا بديل. شايف حضرتك الكلام ده صح؟ تمام تمام تمام. حضرتك طبعا كله سليم. انا دايما بشبه مستر فايرر بمستر فايزر، الذكاء الاعداد الصح الاعداد النفسي والذهني مهم جدا. دي هو ساعات احنا بنقول كلام نظري كده ممكن بعض الناس تتخيل ان هو سهل. لا لا خلاص صح. الجمهور دلوقتي بقى ثقافته الكرويه عاليه جدا ما تقلقش ما تقلقش. لا لا بتكلم يعني اعداد الفريق العمليه صعبه. انت حتى بص مع دخول النواحي العلميه في الفرق الحقيقه انت لو بصيت على الفرق العالميه او الدوريات الكبيره
بص الناس الجهاز قاعدين 15 واحد قاعدين ايه ده؟ لا زي الطب، طب النهارده حتى صح كله قاعد لو لابسين يا كابتن التخصص لا التخصص ضربات قلبه كام، جري كام كيلو، قاعد عنده الجهاز بالحزمه معد بدني ومعد نفسي و حتى شوف مثلا الطب مثلا كان زمان دكتور العظام ده اي حاجه الكتف ده تبقى فيه مع العلم وتطور العلم بقى في دكتور متخصص في الانكل او في الركبه او في مفصل الحوض او في مفصل الكتف، تخصصات زادت لان العلم كبر ووسع والناس اللي شغالين في اي مهنه عايزين يطوروها الحقيقه وجدوا ان التخصص لازم يتجزأ وده تطوير على فكره موجود. جه في ذهني برضو حاجه يعني على ما اعتقد في الباسكت في مدرب متخصص يساعد المدير الفني في التكتيك الدفاعي ومدرب في التكتيك الفني، وفي فرق دلوقتي في الكوره بتعمل كده هتيجي يعني انا لو الموجود ده لو ده موجود عندنا في مصر مفيش شك انا هبقى حابب جدا اشتغل في التكتيك الدفاعي وحاسس جميل ان انا جميل قوي وانا حاسس ان انا مميز فيه الحمد لله جميل قوي مميز فيه جدا واقدر اطور وكمان هتساعد المدير الفني ان هو خلاص بقى يعني هيرمي كل الاعباء على المتخصصين وهو في الاخر هيدير الفكره كلها بشكله هو، والمتخصص دوت لو هو كفء هيساعد المدير الفني اكيد هيساعده اكيد. يعني بص حضرتك انت دايما بتيجي تعمل حاجه تكتشف بتلعب على عيوب ومميزات عند الله، العيوب بتحاول تصححها والمميزات تحاول تاكدها تمام اوكي. فالنقط ديت لما توصل احيانا المدير الفني ممكن في حاجات نقط خافيه عليه لو التفاصيل دي توصل له يقول لك لا اللعيب دوت هيلاعب مين، هيبقى عنده لعيب مثلا كويس جدا في واحد ضد واحد في المراوغه لا اوقف انا لعيب انا كابتن ميدو مثلا دوت انا عرفت فعلا ان هو مميز في الحته دي لا هو المناسب للمكان او هلعب على لعيب مثلا عنده في الناحيه مدافع عنده قدرات في ضربات الراس بشكل كويس مثلا لا هي في الكره انت المفروض تعمل العكس يعني دي نقطه مهمه اللي انا هقولها يعني اللي هي ايه مثلا انا لو مهاجم العب على عكس امكانياتك العب اللعيب اللي على عكس امكانياته يعني انا ما بلعبش ضربات راس كويس بس كويس في الدريبل وهلاعب مهاجم مدافع هلعب على مدافع عنده انا ضربات ضعيف في ضربات الراس تمام. بس في الدريبل سريع وبعدي تمام المراوغه هو عنده ضربات راس كويس بس هو في المراوغه ضعيف انا المناسب مش يناسب مش كل مره انا هلاعب المهاجم اللي ضربات الراس عنده كويسه تمام. طب لو المدافع عنده الميزه دي انا مش هبقى مميز بالنسبه له صح والعكس لو عندي مدافع مثلا ضربات الراس عنده ضعيفه وانا عندي مهاجم ضربات الراس عنده كويسه بالظبط ارجع في الدفاع بقى لازم يبقى مماثل ما يبقاش مختلف يعني مهاجم دريبل كويس وبيعدي لا زي ما لعب له لعيب كويس في الحته بالزبط. دي مدافع مهاجم ضربات الراس عنده كويسه يبقى لازم العب له مهاجم ممكن اغير المدافع ده والعب واحد تاني يتميز في ضربات الراس المدافع عموما يعني المفروض الدفوع تبقى عنده قليله قوي بالظبط ممكن انا بتكلم دوت هي بص يا كابتن فاهم كلام حضرتك ما طبيعي اللعيب المفروض يبقى عنده اغلب الحاجات بس ما يكون حاجه مميزه يعني اقصد مهم جدا يعني التحليل الفني ده يكون موجود واعتقد ارجع اقول لو عندك ناس كويسه في التدريب الخططي والتكنيك يعني تكنيك وتكتيك مميز فيه سواء في الدفاع او في الهجوم اكيد دول حتى هيطوروا مستوى الفني عند المدير الفني تمام هتلاقي في الخطط يحط يقدر يعمل تشكيل بشكل مناسب التغييرات يعرف الاخطاء بسرعه لا مهمه والزمن جاي كده على فكره تمام لازم يتعمل دوت تمام لازم. انا معاك جدا قبل ما نطلع فاصل هسألك سؤال فكر فيه عشان تشرب الحاجه السخنه بتاعت حضرتك يعني في مدربين دايما يقول لك اصل انا عندي لعيب مهم قوي غاب. هل فايلر من النوعيه اللي بتتاثر بغياب اللاعبين المهمين جدا بالنسبه له ولا فايلر عنده استعداد يلعب باي تشكيله؟ هنجاوب على السؤال ده بعد ما نطلع فاصل عشان تشرب حاجه السخنه. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع متالق كابتن الكبير كابتن محمود صلاح او الدكتور محمود صلاح. الله يخليك.
بحضراتكم من جديد. كنت قبل الفاصل بسأل دكتور محمود صالح عن نوعية رينيه فايلر، هل هو من المدربين اللي بتأثروا بغياب مثلا لعيب زي رمضان صبحي؟ لعيب مؤثر جدا، كابتن منتخب الأولمبي، كان عامل شكله الأروع قبل إصابته، لكن ما حسيناش طبعا إن فايلر متأثر. شايف فايلر في الحتة دي تحديدا إزاي؟ يعني أنا طبعا بقدره جدا الحقيقة، يعني هو في ميزة، هو اللعيب في أدائه، أعتقد أنت برضو يعني أصغر مننا بس أكيد عندك الخبرة نفس اللي أنا هقوله، يعني اكتشاف إيه المساحة، يعني إيه الإمكانيات اللي عند اللعيب ولسه ما خرجهاش، تمام، اللي ممكن يأديه وما بيأديهوش، تمام، وإيه النظرة المستقبلة. يعني يمكن في الفصل اللي كنت قلت لحضرتك، كنت بتناقش مع زميل ليا بيتكلم على إيليو ديانج، قلت له ده لسه عنده مساحة ما شاء الله، يعني هو بيقدم مثلا ممكن يكون 60% من المستوى. برافو، صح صح، الشعور ده هو بيقدر يعمل دي واصله له، هو عارف يعني هو طور كل الاداء. هو اجي كان ماشي تقريبا، كان ماشي، بس هو من ادائه لا، ده في حاجات ازاي ما بيستغلهاش، لا في التكتيك ازاي عنده مشكله مثلا، ليه ما عندك سرعات مثلا، ليه ما عندك واحد ضد واحد، ليه ما يكون عندك موقف زي ده ما بتشغلش عليه، تمام، في ضربات الراس ليه ما بتخشش في ال 18، بيطلع كل مواقف كويس فيك كلاعب، بتكلم الحاجات البسيطه يعني. تمام. فهو عنده، هو عنده دي، تمام، هو بيحاول في حل الاداء اللعيبه كويس، ويعرف امكانياتهم كويسه ايه وايه المساحه اللي عندهم ما خرجتش. فهو دي مع اكتر من لعيبه، انا مش عايز اقول لك مع كل الفرق، مع تمام. كل اللاعبين حقيقه، تمام، فدي عبقريه منه يعني الحقيقه. أكيد. يعني وزي ما حضرتك بتقول، برغم الاصابات الكتيره والغيابات الكتيره، الغياب بيأثر في اللعيب اللي هو بيلعب، بيأدي بشكل عملي. ممكن البديل ده هو المستوى المتقارب في النادي الاهلي، احنا نادي كبير ما شاء الله، بس برضه هي المشكله في لعيب بيلعب وفي لعيب بيبقى بعيد. البعيد ده ممكن الاحتكاك والمباريات الرسميه بعيد عنها ممكن يتأثر مستواه، تمام، انما هو لا، هو محتفظ بالمستوى ده كأنه اللعيب بيلعب. دي ممكن تكون مهم جدا، المحاضرات النظريه دي مهمه، في المدربين بيغفلوها. هو ما شاء الله هو دايما في محاضرات نظريه مع اللاعبين. بالظبط، هات اللعيب اقعد معاه، قول لي ناقصك وكذا وكذا، وتجيب السبوره وتشرح له، حتى اللعيب يحس انه موضع اهتمام، تلاقي معنوياته ارتفعت، مبسوط ان هو بيقول له عيوب اللي ممكن هو مش عارفها. وفي نقطه ثانيه مهمه، انت بتيجي تقول لعيب، في لعيب ذكي بيبقى عارف عيوبه ايه، لما المدرب بتاعه يبقى فاهم عيوبه كويس، تلاقي ثقته في المدرب تزيد ويحترمه. يعني دي نقطه مهمه برضو في المدرب، انه يكون فاهم عيوب جدا، لان في لعيب بيبقى عارف عيوبه. لما انا اضغط لك بقول انت بتعملش كذا المفروض تعمل كذا، انت بتعمل كذا المفروض تعمل كذا، انا لو المدرب بيقول لي كده هحترمه، هو عارف وفاهم وكفاءه، عايز تطورني يعني. تمام. وفي نفس الوقت موضوع الثقه ده مهم جدا. فهو انا معرفش التفاصيل، بعرف جزء منها طبعا، انا مش متواجد بشكل 100%، بتابع التدريبات بشكل كتير، اوكي، تابع المباريات طبعا، المباريات الوديه والرسميه. لا هو عنده دي، هو عنده دي، تمام، عنده دي، تمام. لان اللعيب مش بسهوله، معلش اسف قطعت، اتفضل اتفضل. لان اللعيب مش بسهوله يعرف عيوبه ايه اللي مش عارفها، اللعيب مش بسهوله المدرب بتاعه يكتشف ايه المساحه اللي هي موجوده داخله وهي مش موجوده، ناحيه عمليه اللعيب ما بيستغلهاش. في لعيب بيصوب، اخلق في نفسك فرصه التصويب يا اخي، عشان تجي لك فرصتين ثلاثه تسجل، صح، ومش سهل كمان ان انا اقنعك ان بالعيوب بتاعتك. يعني في مدرب ممكن يقول للعيب انت عندك كذا وكذا وكذا، واللعيب مش مقتنع، لكن هو بيوصل كمان المعلومه ان انت تقتنع بان انت فعلا عندك عيب وان انا بطوره لك. طبعا دي حاجه مهمه جدا. نروح للعكس بقى، كسرت اللاعبين الجاهزين عند فايلر برضو ما عملتلناش مشاكل الحمد لله، اللعيبه مقتنعه جدا جدا، اللي قاعد واللي بيلعب بيلعب، كل الادوار محفوظه موجوده، ما فيش لعيب اساسي، ما فيش لعيب بديل. طبعا بيدير الموضوع ده برضو، مش عايز اقول بذكاء، بعبقريه. انت معاك 30 لعيب مثلا، وبتقدر تخلي كل اللعيبه مبسوطه، عنده ثقه في نفسه، ثقه ما تهزتش، جاهز، بتمرن كويس، بتمرن بجديه، سواء موجود في الملعب اساسي او احتياطي، موجود نفس الجديه ونفس الاهتمام، وكل واحد في طبعا ما فيش شك تنافس باللعيبه وبعضها متواجد، روح المعنويه مرتفعه، ده موضوع صعب.
على فكره ده مش طبعا الجهاز الفني موجود والجهاز الاداري موجود اكيد. ما هو فايرال اللي هو احنا بنتكلم على فايرال يعني هو راس النادي الاهلي بيديك كل الصلاحيات واذا كان في مشكله بيحاول يحلها لك اكيد طبعا. لا لا الاجواء كويسه طبعا في النادي الاهلي طول عمرها الحمد لله الحمد لله. محمود كهربا يا كابتن محمود شايف محمود كهربا اهميته في الفتره اللي جايه ايه خصوصا كمان مع اصابه رمضان صبحي؟ هو لازم يكون اكثر جديه واكثر اهتماما عن الفترات السابقه، يعني الاحساس ان انا هلعب، الاحساس ان انا اساسي. ما في حاجات انت بتحسها في اللعيب، يعني النهارده اللعيب وحش او بقى له فتره وحش، انت ممكن وانت من خلال مشاهدتك ليه تقول ده عنده نوع من الغرور، اللامبالاه، عدم الاهتمام، مش عايز اقول الاستهتار يعني فاهم، ولا انت مش تمام موجوده تمام بتحسها. لعيب عنده امكانيات رهيبه وشاف اداؤه مش لا يتناسب مع امكانياته، يبقى اكيد في اسباب. بس كله راهن على كهربا في الاهلي غير كهربا في اي حته تانية، لان الاجواء هتخليه هو عشان يعني يستمر طبعا، وليه تجارب سابقه يعني النادي الاهلي ليه تجارب سابقه في الملتزم واللي مش ملتزم. هو قدام يعني اللعيب بيجي انت شايف بالزبط. ده بيبقى ازاي وده بيبقى ازاي، هو عايز هو جاي وعارف ان الدنيا مش سهله، الدنيا صعبه، عشان يثبت وجوده كلاعب اساسي عشان يقدر يلعب منتخب مصر. الدنيا صعبه معاه لاعبين بتنافس في المراكز اللي بيلعب فيها مستويات متقاربه تكاد تكون متساويه، جمهور كبير وتاريخ كبير ومسؤوليه كبيره. قلناها قبل كده برضو في خلال من سياق حديثنا في الحلقه، كل العناصر ديت اكيد هتدفع قدام. بس هو في نقطه مميزه للنادي وليه، هو كان ده امله الحقيقه، وانا عارف من فترات سابقه يعني كان امله ان هو يرجع النادي الاهلي ويلعب للنادي الاهلي بالظبط. خلاص تحققت هذه الامنيه وفضل النادي الاهلي عن اي مكان تاني دلوقتي وعن الاحتراف الخارجي، فانا متفائل بيه ان شاء الله هيكون اضافه كبيره للنادي الاهلي اكيد. هروح بخبر كده بعيد شويه عن كابتن محمود عن المباراه ونرجع لها على طول. خبر كان جاي لي دلوقتي حالا ان بعض المسؤول الانديه كانوا قعدوا مع اللجنه الخماسيه واعربوا عن رفضهم القاطع لتغيير اي شروط بنيت على اساسها هذه المسابقه، مسابقه 2019 2020 في الدوري الممتاز، وكمان خاصيه الاستبدال او بند الاستبدال مرفوض رفض تام من مسؤوله او من معظم مسؤول الانديه المصريه. ما انت بدات موسم بتخطط، مش كل فريق بيخطط للموسم على التعليمات او البنود اللي طبعًا موجوده في انت مثلا بتقول الاستبدال مثلا 3 والاعاره 2 مثلا، انا خلاص انا عارف استبدلت الثلاثه، وما تجيش بقى تقول الزباله يبقى 5، ما تجيش تقول انت ما فيش تكافؤ فرص. فلازم القرارات والقوانين واللوائح طالما قبل ما نبدا الموسم بتتحط بشروطها ولازم نكمل الموسم. اكيد اكيد. انا عايز اقول حاجه بس يا كابتن محمود استاذنك ثواني بس، يعني عايز اقول حاجه لاي مسؤول يا جماعه، لما انت بتحط حاجه وبتيجي بترجع فيها او عايز تغير فيها مش للمصلحه العامه، الحاجه دي بتضعفك جدا جدا وبتقللك جدا جدا. انت كمسؤول عايز تحافظ على نفسك وعايز يبقى ليك دور وعايز تبقى قوي قدام الجميع، لازم تلتزم بكل ما قيل من او كتب كمان من قواعد نزلتها لكل الانديه، لكن غير كده عايز تطور طور للمصلحه العامه وليس لمصلحه الافراد كانت يعني. تمام ولا ايه يا كابتن؟ تمام كلام حضرتك. عشان كده دايما النادي الاهلي لما بيطلع قرار بيكون درسه كويس قوي، حتى لو القرار ده كان فيه نسبه ريسك كبير لكن بيتمسك بالقرار. انا طلعت قرار وعارف ان هو للمصلحه العامه. وعلى مدار تاريخه في قرارات كتيرة. في 85 لما لعبنا بالاجمل. بالظبط. كمارة الزمالك. بالظبط. وكسبنا 3-2 يعني. بالظبط. وانت كمان ايه؟ انت وقفت 16 لعيب اعتقد، وعندك مباراة كبيرة جدا بحجم نادي الزمالك، لو كسبتها تاخد كأس مصر. فانت يعني 16 بالاضافة كان في 8 في منتخب مصر. مباراة المغرب في المغرب تصفيات كأس العالم 86. يعني انت خسران 23 لعيب 24 لعيب ما عندكش فرقة. خالص. طبعا. وده يحسب الحقيقه اللي كان قطاعات الناشئين الحقيقه كانت موجوده. يعني كان موجود الكابتن عادل تعيمه كان مسؤول وكان متواجد في الفتره ديت. كان الكابتن عادل تعيمه فعلا. كان فرقته ديت. هو اللي كلف بتصعيد فرقه. لا هو مش كفء ومعاه لعيبه كويسه وطور من ادائهم، هيلعبوا ازاي مع حتى يا كابتن هو النادي الاهلي لما خد قرار اعتقد ان هو ما بصش حتى لنوعيه الناشئين، هو بص ان انا هاخد قرار عشان يتناسب مع الاسس اللي انا ماشي عليها والمبادئ اللي انا ماشي عليها طول عمري. طبعا. وكسبت المبادئ في الاخر بصراحه. كل مره طبعا.
طبعا كل مره هو تاريخ النادي الاهلي مميز، وده دي اسم النادي الاهلي وسمعته وتاريخه اللي عملها اكتر من 100 سنه دلوقتي، 113 سنه اعتقد هي القرارات اللي اتخذها المسؤولين على مدار تاريخه وكانت كلها صائبه يعني الحقيقه. تمام، نرجع لمباراه بلاتونيوم يا كابتن محمود، وشايف ايه العوائق اللي ممكن تعيق النادي الاهلي في هذه المباراه، او صعاب او تحديات يعني؟ مفيش اي عوائق، مفيش ولا صعوبات، بس الموضوع يتوقف على اللاعبين، وزي ما قلنا برضو في سياق حديثنا من البدايه عندك الناحيه البدنيه متفوق فيها والنواحي الفنيه خططيه مهاريه لا يبقى الا ده اللي بيبقى فيه اهتزاز. لا انا حتى لو مش هقدر ابذل او اطلع امكانياتي البدنيه لو ما عنديش صفات اراديه قويه وما عنديش اصرار وما عنديش هدف عايز احققه، يعني حتى الجانب دوت بيأثر على الجوانب الاخرى الخططيه. مع تمام انت هتنفذ ازاي نواحي خططيه؟ تمام، دي مرتبطه بالذهن والتفكير والقرار، ايه القرارات اللي هاخدها في الملعب؟ لازم اكون مركز. هخش في تنافس لو مفيش صفات اراده وتصميم انت الغلبه مش هتقل ليك، هتكون ممكن المنافسه اقل منك نواحي بدنيه. فده النقطه دي مهمه جدا لو موجوده عند اللعيبه، وان شاء الله تكون موجوده، مش هيبقى في اي مشاكل خالص. يا رب يا رب ان شاء الله. اسال حضرتك سؤال برضو شخصي، كابتن محمود صالح لو عايش الاجواء اللي احنا عايشينها فيها دلوقتي كلاعيبه كوره، غصب عنك انت كل شويه معاك تليفونك بتدخل على السوشيال ميديا خصوصا لعيبه النادي الاهلي، بتشوف الجماهير بتتكلم عليها ازاي؟ لو حضرتك غير موفق، خلينا نتكلم بصراحة زي مثلا مروان محسن والمباريات اللي فاتت، وبتدخل بتقرا التعليقات والجماهير طبعا كانت متضايقة، الجمهور بيبص لعيب النادي الأهلي إن هو لعيب أنت ما تتأثرش بحاجة، أنت لعيب تنزل تجيب أجوال تكسر تموت نفسك، وده سمات لعيبة النادي الأهلي عموما. لكن لما تكون عايز أو دعم من جماهيرك وبتشوف إن في جماهير لسه صغيرين بقى طبعا عايزين مروان، ومروان بيضيع، ومروان مش عارف إيه، ومروان ربنا كرمه في الآخر بهدفين يعني رجعوا له جزء كبير من الثقة، هل الكلام ده غصب عن اللاعب بيأثر عليه بشكل أو بآخر، ولا المفروض اللاعب يتجاهل ويركز؟ لا ما تجاهلش، بس يعمل حاجة تانية. اتفضل. بص يا كابتن. اتفضل. كل الظروف ساعات بتبقى في صعوبات، مستوى هابط، كل اللي بيهاجمك ده خش في تحدي معاه. بس. دي عايزة شخصية برضه. طبعًا. عايزة شخصية. طبعًا. عشان كده بناء الشخصية مهم جدًا من صغارين. صح. النواحي المطلوبة صح. فيها يعني اللاعب اللي عنده 10 سنين ده بيخطأ في حاجة معينة أو أنت شايف تصرفاته سلوكه ناقصاه حاجات ازرعها فيه من السن الصغير، مفيش حاجة السن الصغير مهارات بس، لا ما يبقاش مهارات. بس أرجع وأقول بالتدرج تدريب. وتتناسب مع المرحله السنيه. صح. يعني مش التدريب ان انت يبقى عندك شخصيه دي طبعا بالظبط، حتى وانت كمان بعد ما شخصيتك اكتملت بتحاول تطورها. هو ابويا وامي ما اثروش فيا؟ اكيد ابوك وامك ما اثروش فيك، المدرب بيأثر في اللعيب، فلازم الحاجات ديت مهمه جدا. خد كل اللي بيهاجمك ده، عارف انا اول يعني برضو مريت بتجربه شخصيه مع مستر فايز، اول ما جه ما كانش عايز مش ملعبش، كان عايز يمشيني من النادي. انا بلعب من 81 اساسي، هو جه 88 قالوا له ده اساسي بقاله 8 سنين، قال لي مش دعوه انا مش عايزه يعني يا اما. فانا عرفت كده وصل لي المعلومه، انا دخلت في تحدي معاه قاتل. صح يا الله، يعني هو مش عايز، قلت مع نفسي بقى انا هلعب غصب عني، انا هوريله. انا حافظ يعني ايه، يعني اقصد الجانب السلبي اللي انت متخيله سلبي على اللعيب انا هطلعه لك ايجابي، اقلبه الايجابي. وانا عشان كده ما بحبش اقول لك ان اصل اللعيب المدرب ما بيلعبوش، اصل نفسيته لا انا مش يعني ده برفضه تماما. مع حضرتك تماما. طيب تعالى نروح معلش، وكل اللعيبه اللي عملت التاريخ بالشخصيه دي صح، اللي لعب ما عندوش الشخصيه دي يلعب سنتين ثلاثه ويقع. صح متفق معاك تماما. تعال نروح لفاروق صلاح من زيمبابوي في مقر اقامه بعثه النادي الاهلي. مساء الفل عليك يا فاروق، طمنا بقى على كل معسكر النادي الاهلي، طمنا على كل اللاعبين، طمنا على الجو العام عندك، ومساء الفل عليك. تحياتي لحضرتك يا كابتن ميدو وللكابتن محمود صالح ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من زيمبابوي وبالتحديد العاصمه هراري، مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي واستعداد فريق النادي الاهلي لملاقات فريق بلاتينيوم في المرحله الرابعه لدوري المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك يا كابتن ميدو، حاله من الجديه، حاله من الحماس، حاله من التركيز بتفرض نفسها على فريق النادي الاهلي من اجل اداء مباراه قويه وتحقيق 3 نقاط يكونوا
يعني في غايه الاهميه لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو الاميره السمراء. تفاصيل يا كابتن ميدو، نقدر نقول فريق النادي الاهلي ادى مران قوي النهارده في تمام الساعه 3 عصرا على الاستاد الوطني بهراري. ارضيه الملعب نقدر نقول ارضيه يعني كويسه رائعه جدا. النهارده انطلق المران في تمام الساعه 3 عصرا. مستر ريني فايلر عقد اللقاء وضروري تحث اللاعبين على ضروره احراز الثلاث نقاط. انطلق المران اللي نقدر نقول ادى لاعبي النادي الاهلي بغايه في القوه وارتفاع الروح المعنويه. عايز برضو من خلال حضرتك اطمن جماهير النادي الاهلي على حاله مروان محسن. مروان يعني كان في بعض الشكوك وبعد اصابته بكادمه في وجه القدم، لكن انا بطمن جماهير النادي الاهلي وبطمن حضرتك كابتن ميدو ان شاء الله مروان محسن هيكون موجود في اللقاء، وادى مران اكثر من رائع النهارده. مستر ريني فايلر برضو كان بيركز على الكرات الثابتة والكرات العرضية وضرورة استغلال الكرات الثابتة والكرات العرضية وعملية التحضير اللي بيبدأها النادي الأهلي من الخطوط الخلفية. اختتم المران بتقسيمه ما بين فريقين، يعني تألق في التقسيمه جونيور اجاي السوليه، ايضا مران محسن، محمود كهربا، جيرالدو، احمد الشيخ، وليد سليمان، واحمد فتحي. خليني اقول لك يا كابتن ميدو ان حاله الجاهزيه اللي عليها معظم لاعبي فريق النادي الاهلي بتضع مستر ريني فايلر في حيره من امره لاختيار التشكيل اللي يخوض به اللقاء. الفريق ان شاء الله غدا هيتوجه الى مقاطعه بولا وايو، ودي بتبعد عن مقر اقامه الفريق الحالي في هراري ب 435 كيلومتر. الفريق هينتقل للمقاطعه عن طريق طائره خاصه تم توفيرها من الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، توفير طائره خاصه لنقل الفريق من هراري لمقاطعه بولا وايو. الفريق هي مقر اقامه الفريق في بولا وايو، تم تحديد الملعب يعني مقر الاقامه بيبعد عن الملعب اللي هيأدي فيه النادي الاهلي مرانه الاول في بولا وايو، يعني تقدر تقول من خمس ل 10 دقائق. مكان الملعب قريب جدا من مكان اقامه فريق النادي الاهلي. السفير محمد فهمي سفير مصر بجمهوريه مصر العربيه بزيمبابوي تابع مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي كافه الامور، ومع الكابتن سمير عدلي ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن سمير عدلي يعني غادر الى بولوايو من اول اليوم، كان متواجد هناك عشان ينهي كافه الامور كافه الترتيبات. نقدر نقول هناك الامور كلها تمام في انتظار ورود لاعب النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيتوجه النادي الاهلي غدا في تمام الساعه 11:30 صباحا الى مقاطعه بولوايو. يعني تقدر تقول بالطائره كابتن ميدو هتاخد يعني من 50 ل 60 دقيقه هيكون ان شاء الله تم الوصول الى مقاطعه بولوايو، المقاطعه اللي ان شاء الله هيكون فيها مباراه الاهلي وبلاتينيوم. معاك يا كابتن ميدو لو في اي استفسار اي سؤال انا موجود مع حضرتك. والله يا فاروق انت غطيت كل حاجه، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا. لكن طمنتنا على مروان، وطمنتنا على يا ريت تطمنا على شريف اكرامي، كان عنده اعتقد ان عنده اجهاد في السمانه، كان بيتمرن تمرين خفيف لوحده. طمنتنا كمان على المران وكل كبيره وصغيره. طمنا بس على شريف اكرامي واشكرك شكرا جزيلا يا فاروق. شريف اكرامي بيأدي برنامج التأهيلي، لا زال في البرنامج التأهيلي الخاص بيه اللي بيجريه مع الدكتور خالد محمود. لا زال يعني شريف اكرامي في برنامج تأهيلي المفروض عليه بيكمله هنا في زيمبابوي. ان شاء الله نتمنى له الشفاء ويكون مع يعني ان شاء الله يبقى متواجد معانا في المباراه. لكن باستثناء يعني شريف اكرامي تقدر تقول ان كل اللاعبين في النادي الاهلي في حاله جاهزيه عاليه، كل اللاعبين مركزين. عايز اقول لحضرتك نقطه ثانيه يا كابتن ميدو، السفير المصري محمد فهمي كان حريص ايضا على ان هو يكون متواجد ويدعم فريق النادي الاهلي النهارده في المران، كان موجود بالامس وكان موجود النهارده. ايضا كان حريص ان هو يعني يخاطب جميع الجاليه المصريه او الجاليه العربيه من اجل حضور اللقاء، وطبع اعلام النادي الاهلي من اجل ان هو تبقى موجوده مع افراد الجاليه في مقاطعه بولو وايو من اجل دعم النادي الاهلي في هذا اللقاء. ايضا في حاله من الترحيب بنشوفها في الشارع الزيمبابوي بعثة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي، الجميع بيبقى حريص على التقاط الصور مع لاعب النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا كان صرح لنا وقال ان الخبرات النادي الاهلي الافريقيه، حضرتك كابتن ميدو واحد من نجوم النادي الاهلي اللي خاض مع النادي الاهلي الكثير من المباريات الافريقيه، وايضا كابتننا الكبير الكابتن محمود صالح
كافه لاعبي النادي الاهلي تتمتع بكافه الخبرات، ده في ظل تغير الطقس في زيمبابوي فراري، يعني ما بين سقوط الامطار لطقس يعني ساخن. يعني تقدر تقول يا كابتن ميدو احنا بنشوف الاربع فصول بتوع السنه في يوم واحد، لكن خبرات لاعبي النادي الاهلي على التعامل مع هذه الامور وكافه اجواء الملاعب الافريقيه. ان شاء الله ترجح كافه النادي الاهلي في هذا اللقاء، ونبارك لبعضنا كلنا كابتن ميدو ان شاء الله عقب نهايه اللقاء بفوز النادي الاهلي بمشيئه الله. بفروق ان شاء الله تبارك لنا باذن الله يوم السبت. بشكرك شكرا جزيلا، ودايما متالق زميل عزيز فاروق صلاح، شكرا جدا. كان معايا من زيمبابوي مقر اقامه بعثه النادي الاهلي. طمنا على كل كبيره وصغيره، مش محتاجين حاجه بقى، ان شاء الله دعواتكم بس، ويكون النادي الاهلي موفق يوم السبت باذن الله، ويرجعنا بالثلاث نقاط الهامين جدا يا كابتن محمود. ان شاء الله باذن الله. واتكلم عن كل حاجه وطمنا على المعسكر وعلى اللعيبه. رساله جميله وطمنتنا الحقيقه، ان شاء الله خير باذن الله. تمام. هل فاكر السؤال؟ لا مش فاكر. احنا كنا بنتكلم عموما في السؤال قبل الفاصل. كنا بنتكلم عموما في تألق جميع اللاعبين، بنتكلم عن ان اتكلمنا عن فايلر ما بيتأثرش قوي بغياب اللعيبه المهمه لانه مجهز كل اللعيبه. كنت عايز اسالك عن جاهزيه اللعيبه قفشه. كنا بنتكلم على كهربا تحديدا ودوره في غياب رمضان صبحي. حضرتك كنت بتتكلم عن كهربا ما قبل النادي الاهلي، وقلت ان لازم كهربا يشوف النماذج اللي كانت في النادي الاهلي، والنماذج اللي خدت الموضوع بجديه واللي خدت الموضوع بهزار، وده فين وده فين؟ طبعا لان النادي الاهلي نادي كبير والتنافس فيه قوي اكيد، وانت لو ما اهتمتش وما زلت اقصى جهد ممكن ما تبقاش موجود. يعني احيانا اللعيب برضه بيلاقي اذا كان بيلعب في فرقه وظروف اللعب تبقى سهله بالنسبه له انه يبقى اساسي، لا انت دخلت مفيش حد ضامن مركزه في النادي الاهلي، اي تهاون ممكن ما يلاقي. انا مش بقول كده يعني يعني الحديث يبقى ليه تاثير في اتجاه انا يعني مش حابه، يعني اقصد يعني انا عايز المعنويات تبقى مرتفعه، وانك تبذل يعني دايما تبقى مستعد انت، يعني على اهبه الاستعداد، ما تطلب منك الفرصه تأدي على انت. ما هو كل حاجه لازم يكون عندك اخلاق فيها، لازم يكون عندك ضمير. تمام. بيديك عقد كويس وبيهتم بيك، فالمقابل لازم اخلص المكان اللي انا موجود فيه. تمام. يعني تخلص له يعني ايه تخلص له؟ يعني التمرين بجديه والود بجديه وتبذل اقصى مجهود. كل حاجه عندك. بالظبط. ده المطلوب منك. اللعب او عدم اللعب دي بقى توفيق بتاع ربنا. بس انت تبقى راضي عن نفسك، دي نقطه مهمه، انك خرج التمرين انت مبسوط، انا اتمرنت كويس. تمام. اخر سؤال اساله حضرتك، وقتنا جري بسرعه كالعاده مع حضرتك انا كابتن محمود. التخوف اللي بالنسبه لنا شخصيا دايما من التحكيم بصراحه، هل هنفضل خايفين من التحكيم ولا ان شاء الله يكون في عداله تحكيميه تدينا على الاقل حقنا؟ مع احساسي الشخصي بس مش عارف ده حقيقي ولا لا، انا حاسس ان في تراجع شويه، يمكن الفترات السابقه القريبه دي كان التحكيم جيد، انا حاسس ان هي في تراجع شويه. يعني ممكن يكون انا غلطان. لا دي حقيقه. يعني دي حقيقة. بس ما اعتقدش يبقى فيها يعني حاجات يعني صعبه، يعني احنا هي المشكله تعرف ايه؟ على بطوله المستويات متساويه والقوه متساويه 50% 50%، دور التحكيم هنا بيبقى حاسب. طبعا احنا لسه شايفين اتغاضى عن ضرب الجزاء. طرد ايمن اشرف في مباراه النجم الساحلي ولعبنا 10 لعيبه من اول 10 دقائق يعني. بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك محمود، دايما متالق ودايما بنسعد بيك، والجمهور الاهلاوي بيسعد برؤيتك. الله يخليك، وانا سعيد اكون مع حضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شرفت ونورت. ان شاء الله اشوفك قريب جدا باذن الله. ان شاء الله كده. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الكبير جدا دكتور محمود صالح، اللي بيشرفنا دايما هنا في الاهلي الليله، وبنستفيد من كل ارائه ورؤيته الفنيه. بعد الفاصل هيكون معايا زميل العزيز احمد قيشو. استنى حضراتكم من جديد في فقرتنا الثانيه. هيكون معايا يعني زميل عزيز احمد قيشو. طبعا عارفين احمد قيشو ملك الاحصائيات وملك كل حاجه. قبل ما ارحب باحمد قيشو لازم يعني نبلغ تعازينا للفنان الكبير ايهاب توفيق،
لوفاة والده إن شاء الله يعني في الجنة ونعمها أستاذ إيهاب. وطبعا عارفين أستاذ إيهاب توفيق يعني مشجع كبير جدا ومنتمي كبير جدا النادي الأهلي. كل تعازينا للفنان الكبير إيهاب توفيق. نور الدنيا ومصبر ويرو ربنا يخليك. منور. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. وحشنا جدا. وأنت كمان والله يا كابتن. طبعا انت عارف والساده المشاهدين عارفين لما احمد كيشو قاعد معايا بقى الاحصائيات كلها وكان اسامه بقى اكيد وفارس خلاص بقى سابوني دلوقتي. انا ما بحاولش يعني اسال كتير بقى معاهم محاورهم وعارفين هيتكلموا في ايه. فقول لنا المحاور اللي انت هتتكلم فيها في العموم قبل ما ندخل في التفاصيل. احنا هنستعرض بمناسبه حفل جوائز الكاف الاخير اللي نظم في مصر طبعا هنستعرض جوائز الاهلي في الكاف. تمام. لكن طبعا قبل ما ندخل في الحفل الجوائز تاريخ الجوائز وحصاد الاهلي في جوائز الكاف لازم بقى نتكلم عن الحفل الاخير واللي نظم طبعا في مصر وان شاء الله هينظم ان شاء الله لمده 3 سنين معانا هنا في مصر. يعني هو خلاص اكيد خدنا موافقه. اه ان شاء الله هو ده اللي سمعته. يعني انا كان امبارح في طلبه اللجنه الخماسيه اعتقد انها لم تحسم لسه لكن احنا طالبين هو مفيش قبل كده ما فيش حد يعني ايه استمر كتير كده بالشكل ده في تنظيم الجائزه بس هي اول مره اصلا تنظم عندنا في مصر. بالظبط. فاظن احنا نستحق يعني خصوصا بعد الشكل اللي ظهرنا بيه امبارح فنستحق ان احنا ننظم كذا مره خصوصا يعني طبعا هنتكلم هنا ان في طبعا يعني اثير كتير الكلام عن انه احقيه مصر او الاتحاد المصري لكره القدم بجائزه اللي استلمها السيد هاني ابو ريده رئيس الاتحاد الاسبق لكره القدم. تمام. طبعا هنا في شقين. اتفضل. الشق الايجابي والشق السلبي. الشق الايجابي ولازم الناس كلها تكون عارفاه ان احنا اخذنا الجائزه دي واحق بيها الدوله المصريه ومؤسسات الرياضيه المصريه وكل المؤسسات اللي شاركت في تنظيم أمم أفريقيا للكبار وتحت 21 سنة. تمام. كل المؤسسات تستحق هذا الجائزة وهذا الإنجاز وهذا التكريم. الكاف أصلا كان في ورطة أصلا يوم 1 ديسمبر 2018 أعلن أنه الكاميرون مش هتقدر تنظم الأمم أفريقيا اللي جاية إلى 2019 وقتها يعني وكان هم أصلا قعدوا 18 شهر مش عارفين يعملوا إعدادات لأمم أفريقيا اللي هيستضافوها كانوا هم أصلا الدولة المنوطة بالاستضافة. ورغم كده بقى فطبعا لما حصل الازمه دي في ديسمبر 2018 فتح الكاف تاني يعني الباب لاستضافه الدول فاترشح طبعا مصر وبعد اعتذار المغرب اترشح مصر وجنوب افريقيا. تمام. فتم اختيار مصر في 5 فبراير 2019. بالظبط. فانت كنت اقل من 5 شهور عن بدايه الحفل. بالزبط. او بدايه التنظيم بقى لأمم افريقيا. تمام. فكونك ان انت في 5 شهور تعمل اللي ما عملتوش دوله افريقيه اخرى في 18 شهر وكمان مش تعمل بس من وراك كده حاجه تقضيه واجب زي ما بيقولوا، لا ده انت عملت حاجه حفل افتتاحي وهمي. العالم صراحة. كله حرفيا اتكلم عنه، واحنا مش بنبالغ بقى ولا بنقول مصر ام الدنيا ولا بنقول شعارات، لا احنا فعلا ابهرنا العالم وكل السوشيال ميديا حتى العالميه ان اشخاص مش بتكلم حتى عن مؤسسات، اشخاص في الدول كلها كانوا يتكلموا عن حفل الافتتاح، فطبعا احنا الدوله المصريه تستحق عن جداره واستحقاق لانها انقذت الكاف مرتين يعني المسابقتين اللي احنا نظمناهم ما كناش اصلا منوطين بتنظيمهم. تمام. لكن احنا نظمناهم وكمان نظمناهم باحسن ما يكون وطبعا شارف النجاح طبعا كل ده الحضور الجماهيري اللي خصوصا في يعني مع المنتخب الاولمبي طبعا كان حضور مشرف جدا وحققنا طبعا ارقام كبيره جدا في الحضور الجماهيري. تمام. فكل ده يخليك ان انت طبعا احنا مصر انقذت الكاف. بالزبط. فلازم شكرا لمصر فطبعا الجائزه مستحقه لمصر. هم بصراحه بيشكرونا بيبعتوا لنا حكام بيدونا حقنا وزياده لا للاسف ده يعني ربنا لا للاسف طبعا في حته ردوا جميل جدا يعني لا للاسف طبعا احنا يعني كفايه بس ان هم مرضوش يعني يخلوا الاهلي حرموا الاهلي من انجاز اسطوري الكاف للاسف يعني لان هو طبعا الكاف زعل لما بلاتر قال له هو ما فيش غير الاهلي بس بيجي بيكسب افريقيا في 2005 2006 ورا بعض فهم زعلوا حلفوا ان هم ما فيش 2007 دي مش هناخدها ذوق بعافيه فطبعا 3 ضربات جزاء رايح جاي عشان ما يتمكش بالانجاز التاريخي ربنا يديله الصحه الله بقى ايه الله يسامحه هنقول يعني الله يسامحه لكن بقى نتكلم عن تاريخ مصر بقى المشرف جدا في حفل الجوائز يعني احنا فعلا نستحق الجائزه اه لكن اول لازم بقى يعني كنا نسيت الشق السلبي ما كنتش عايز اتكلم سلبيات لكن لا انا مش قصدي فيك لا هو طبعا لازم نتكلم لا طبعا احنا نستحق يعني تاتو متلت زي ما بنقول يعني تمام. لكن الشق السلبي في الموضوع انه الاستاذ هاني ابو ريده ما ينفعش يستلم الجائزه بصفته هو صفته ايه اصلا دلوقتي هو حاليا هو كل احترام شخصه لكن احنا بنتكلم ان الجائزه دي مش ليه هو على فكره مثلا قبل كده يعني في تاريخ ما هو طبعا مش ليه هو طيب هو ليه استلمها هو هذا هو السؤال يعني هو المفروض هي الجائزه دي يستلمها اما المؤسسه الرياضيه اللي هي في مصر وزير الرياضه
او يستلمها السيد عمرو الجنايني الرئيس الحالي للجنه الخماسيه المشرفه على اتحاد الكوره. ده الشكل التنظيمي الطبيعي. طب خليني يعني ارد الرد اللي هو لو حد مكاني هيرد منهم اتفضل. يعني اللي هو اللجنه الخماسيه مؤقته مش دائمة مش جاية بناء على انتخابات. هو كان جاي بناء على انتخابات فهو يعني لغاية لما يحصل الانتخابات. طب يعني مين حاليا؟ لا لا انا بقول لك يعني ممكن الرد يكون ايه؟ لا ممكن. ما هو الرد غير مقنع. هو مش اي رد مش اي رد او اي مبرر غير مقنع تماما لانه حضرتك المنوط او اي حد بيبقى مسؤول. انت بتتكلم عن المسؤول الحالي. المسؤول ده بقى اصلا ده معترف الفيفا يعني ده اصلا حاجه رسميه مش جايبين حاجه كده عرفيه يعني. يمكن برضه بيكرموه هو بصفته رئيس اتحاد الكوره. بيتم على فكره قبل كده اصلا الله يرحمه الاستاذ سمير زاهر عضو رئيس الاتحاد المصري السابق كان تم تكريمه بصفته الشخصيه في 2010 2011 في باعتباره رئيس الاتحاد المصري. فتم هو اللي اخذ الجائزه حتى الجائزه موجوده كده. في قواعد ثابته. ما دي بقى الفكره. طب هو القواعد الثابته دي برضه يعني السؤال بقى هنا يوجه لحته قواعد او معايير اختيار رئيس مازيمبي اللي هو اعتباره هو رئيس افضل رئيس نادي في افريقيا. فين المعيار هنا؟ والجوائز دي كده. الجوائز يعني اللي من الاتحاد الدولي العالمي لما بيجي يعمل جوائز احنا عارفين بقى جوائز ايه افضل جوائز فنيه بالظبط بتبقى معروفه بالظبط. وفي الاتحاد الافريقي عامل كده ولا هو سايبها؟ ما هو طبعا دي الفكره اصلا جوائز الاتحاد الافريقي. عشان كده اصلا انا اتحدى ان هو اصلا السنه الجايه يعمل نفس الجائزه دي. هو كل سنه كده بيعمل اختراع اي اعتبارات بقى ايه خاصه بيهم هم عشان يدوا جوائز كده طرديه زي اي بيسموها زي ما بيسموها يعني. فطبعا يعني بس بالنسبه لي جائزه الاتحاد اللي هو الاتحاد المصري مقبوله للدوله لكن بالنسبه للمازيمبي مش منطقيه خالص. يعني انت ما ينفعش حاجه كده ايه ما تقوليش اي معايير ليها ايه عمل استاد. واصلا استاد مازيمبي كانت حاجه يعني فظيعه يعني. يعني هو مش هو عامله مش استاد فظيع اساسا يعني. لكن هو ما علينا ده الكاف وده نظامهم. وما فيش احسن نادي خلي بالك. لا يعني في هم عملوا ادوا احسن نادي. لا السنه دي اكيد ما ادوا احسن نادي الترجي. ما خدتش بالي اللي هو اللي ما خدش. لا ما فيش مش عارف. هو دي الحاجات الغريبه برده لان برده قبل كده كان في تشكيل مثلا ما بيطلعوش تشكيل مثلا في سنه 2007 ما طلعوش تشكيل وبعد كده مثلا يطلعوا مثلا السنه دي مثلا رجعوا جايزه احسن لاعب محلي داخل القاره. قبل كده السنتين اللي فاتوا ما كانش فيه. فهم ما فيش معيار ثابت ما فيش حاجه جوائز ثابته. دي غريبه جدا. ما هو ده اصلا ده حتى بيمنع يعني دي الفكره. ما فيش عداله. ما ينفعش انت تخلي الجائزه دي يا اما تعملها على طول يا تلغيها على طول. لكن الفكره ان انت تمنع عن لعيبه سنه ويكون مثلا لعيبه مثلا يعني مثلا 2018 كانت سنه وليد سليمان. وليد سليمان كان عمل كل حاجه في البطوله. طبعا عدم اخفاق الاهلي في النهائي اللي على فكره لا يمنع انه الاهلي وليد سليمان ياخد الجائزه. لان دي اصلا جائزه عن تقدير الفردي للاعب ما هياش برده بتمرد لاعب وصل النهائي. طبعا يستحق الجائزه اصلا في لافيو قبل كده اخذ الجائزه وما كانش وصل النهائي اساسا يعني في 2000. ففكره ان هو 2001 فالفكره ان هو ايه اللاعب مش لازم ياخد البطوله عشان ياخد اصلا الجائزه افضل لاعب داخل القاره. احنا بقى بنتكلم عن البطولات او جوائز الاهلي اصلا او مصر كلها اصلا في حفل جوائز الكاف. طب استنى ثانيه واحده. اتفضل. يعني مش لازم يبقى في معايير. انت بتقول لا هو كل سنه بيختلف معاييرهم ممكن يعني يبتكروا جائزه. طب ده عادي ولا بيبقى في مرجعيه؟ لا هو من حيث المنطق طبعا. من حيث المنطق ما فيش حاجه اسمها انت كل سنه بجائزه. كل سنه بحال. كل سنه بحال. والفكره ان هو مثلا الحاجات الثابته مثلا انه مثلا افضل لاعب في افريقيا كلها في بقى التصويت وفي بعض الحاجات اختيارات الثابته زي بالزبط. موجوده في اوروبا زي موجوده بالزبط. في العالم دي موجوده بالزبط. لكن بعض برضو الحاجات مثلا طلعوا مثلا سنه افضل جمهور بعد كده ما طلعوهاش يعني بعض الحاجات كده اللي بتبقى ايه ما فيش حاجات ثابته فيها. فدي الحاجه دي طبعا هي طبعا ده عيب للتنظيم. بس ده تنظيم الكاف نفسه مش تنظيم مصر ولا تنظيم اي دوله بيستضيفها. هو ده حفل الكاف وده نظامه. كل سنه اصلا بتلاقي فيه معايير كده. الاتحاد الدولي بقى ما ينفعش يقول يا جماعه لا انتوا كده بتهزروا. لا مالوش علاقه الاتحاد. دي حاجه اصلا حاجه تكريميه اصلا ما هياش حاجه ايه يعني مش مؤثره في براحتهم بقى بالظبط. هم بيسيبوها كده ان هو حته ان هو انت عايز تقرب انت عايز تقربهم ما فيش مشكله. كتر خير. هي كل الحكايه بس كل اللي احنا بنتكلم فيه ان هو يثبت الجوائز. طيب. يعني مثلا جائزه افضل رئيس نادي ثبتها على طول. وممكن تعمل جائزه بعد كده انت زياده بس ثبت لنا الحاجات يعني خلينا في ثوابت. لا الفكره برضو. لازم يكون في هو انت بقى يعني مثلا انت دي السنه دي جائزه لافضل لاعب افضل لاعب محلي وافضل لاعب لاعبه وافضل الكلام ده. تمام. ما تجيش بعد السنه الجايه تمنحها والسنه بعدها. لا انا قصدي خلاص انت ثبت بالظبط. عايز تضيف بعد كده ضيف بس سيب الثوابت زي ما هي بالظبط. وبرده اللي تضيفه تثبته. تمام. عشان لما يكون في بالزبط. منطق وفي معيار للاختيار ما هوش حاجه متفصله لحد. تمام. ما فيش جواز تفصيل. لازم يعملوا كده والله. لكن للاسف هو الكاف على فكره دايما بيعمل جواز تفصيل. يعني في جواز كده كل سنه بتلاقي في جائزه مش بتعمل السنه اللي بعدها. ده حق يعني لو انت رجعت كده تاريخ الكاف هتلاقي في جواز كده مره وما بتجيش بعد كده يعني. فبمناسبه جواز الكاف احنا ممكن نستعرض بقى كل تاريخ مصر في الجوائز. احنا اخذنا 32 جائزه
على مدى التاريخ. وبالمناسبة أصلا الحفلة دي بدأت من بداية نادي الكرة، يعني ده كانت أول حفلة نظمها الكاف، ويوزع فيها بقى جوائز أفضل لاعب، أفضل منتخب القرن ونادي القرن. فبدأت من هنا، كان يوم 22 مايو 2001 تمام. ده كان أول حفل للاتحاد الافريقي يوزع فيه الجوائز السنوية، وبعد كده بدأ بقى يتم كل سنة بميعاد مختلف، لكن كل سنة بدأ يتم من أول من 2001 لغاية دلوقتي تمام. طبعا 2001 بيوزع جوائز 2000، يعني عن سنة منتهية بالظبط. فبدأ طبعا احنا زي ما قلنا كده 32 جائزة مصرية و18 اختيار مصري في نادي او التشكيل العام للكاف. ده 18 اختيار هم اصلا مش 18 لاعب، في لعبة طبعا نقررها هنشوفها اصلا دلوقتي بالتفصيل أوكي. لكن استعرض دلوقتي جائزة ان جوائز الاهلاوية بقى أوكي. احنا قلنا مصر 32 جائزة منهم الاهلي نص بالظبط 16 جائزه. وانا قلت انت جاي لابس ابيض لا ملوش علاقه الابيض 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 بس ماشي. لكن الدم احمر الجوائز الاهلاويه 16 جائزه زي ما قلنا، وبعدين 14 اختيار اهلاوي في تشكيل العام تمام. ال 14 اختيار دول عشان برضو السنه دي طبعا محمد صلاح تم اختياره، ال 14 قبل كده هم معانا صوره اصلا للاعب الاهلي في تشكيل العام، هنلاقي انه 14 لاعب هم 6 لعيبه تم اختيارهم اكتر من مره، يعني ابو تريكه 4 مرات في صوره المفروض في صوره معانا للاعب الاهلي في تشكيل العام اول صوره معانا، هنلاقي لاعب الاهلي في تشكيل العام اول ابو تريكه طبعا 4 مرات 2006 2008 2012 2013 ده تريكه وائل جمعه 2006 8 8 9 10 بالنسبه لوائل جمعه في تفصيله مهمه جدا. وائل جمعه احنا زي ما قلت لحضرتك كده نستثني سنه 2007 لان اصلا الكاف ما اعلنش اصلا اي جوائز في 2007 تمام. يعني ما اعلنش تشكيل العام في 2007 تمام. بالتالي هنا نقدر نقول ان وائل جمعه اللاعب المحلي الوحيد اللي تم اختياره 4 سنوات متتاليه من الكاف، يعني لما الكاف اعلن الجوائز التشكيل العام تم اختياره الجمعة في 4 سنوات متتاليه في الاختيار، يعني هنستثني سنه 2007 لانه اصلا ما فيش اي اعلان اصلا عنها يعني تمام. فيبقى في 6 8 9 10 ده انجاز لم يكرره اي لاعب محلي ده بيلعب داخل افريقيا يعني جميل. طبعا احمد فتحي اللي عنده طبعا فرصه في مزود ان هو يزود عدد مرات ظهوره في تشكيل العام 3 مرات 12 13 17، وبركات اول لاعب ظهر في تشكيل العام 2005 وبعد كده 2006 عصام الحضري وبعد كده احمد حسن 2010. غريبه قوي ان الحضري مره واحده دي، ودي حاجه غريبه جدا يعني صح. كفايه اصلا انقاذه 2008 امام دروجبا، يعني دي كانت حاجه غريبه جدا انا استغربتها. هو طبعا الحضري بياخد جايزه افضل لاعب افضل حارس مرمى في البطوله، يعني بطوله امم افريقيا بالزبط. بياخدها، لكن احنا بنتكلم هنا عن الجوائز بتاعه الحفل اللي هو زي بتاع اول امبارح ده بالزبط. ده اللي احنا بنتكلم عنه غريبه جدا طبعا، هي غريبه جدا جدا يعني 2008 تحديدا بالذات. فطبعا دي الصوره اول صوره معانا. نروح بعد كده بنزل طبعا اللي فيش بقى فيش بعد كده غير 2 لاعب بس، محمد صلاح اخذها 3 مرات ومره كان بديل، يعني 17 18 19 ظهر في لا نرجع كده نرجع الجوائز تاني تمام. محمد صلاح واحمد المحمدي دول الاثنين بس اللي من خارج الاهلي في تشكيل العام، يعني اثنين بس ما فيش اصلا اي حد محلي لاعب محلي لا في الزمالك ولا في الاسماعيلي ظهر في تشكيل العام الافريقي ماشي. هو بس يا اما اهلي يا محترفين ماشي. ده احتكار يعني ماشي. بعد كده طبعا احنا قلنا الاهلي طبعا اخذ الجائزه، نرجع الاهلي اخذ جائزه نادي القرن، وبعدها حفل تم تكريم في نفس الحفل ده تم تكريم كابتن حسام حسن عن تاريخه كله الكارير بتاعه كله في 2000. طبعا هو كان وقتها انتقل للزمالك لكنه تم تكريم عن اصلا تاريخه كله مش عن تاريخه مع الزمالك يعني. وبعدين في 2001 تم اختيار عصام الحضري كافضل تصدي. يا اخي التاريخ كله برضه كان فيه الزمالك يعني. لا لا ما في ما هو تاريخه كله بعد كده هو من 2001 و2000 لغايه انت سهل برضه اقيشه. لا انا بقول الحقيقه يعني هو كابتن عصام كابتن حسام حسن طبعا عمل تاريخ اصلا، عمل على فكره الفتره اللي لعب فيها حسام حسن للزمالك دي شهدت افضل فتره في تاريخ الزمالك قاطبه فعلا. يعني مفيش اي عدد طبعا هو الاثنين طبعا هم اكيد مش هم لوحدهم يعني طبعا ظهروا في بس جيل بس هم كانوا مؤثرين جدا نقلوا الروح بتاعه الاهلي روح الفانيله الحمراء زي ما بيقولوا دي حقيقه ماشي. لا دي حقيقه بجد روح الانتصار هم اللي نقلوها وبنقول اي لاعب بالحماس هم دايما حته مميزين بحته الحماس طبعا. دي فهم دي تحسب لهم طبعا حققوا بعد كده انجازات لكن احنا بنتكلم في فتره أوكي. الفتره دي الجائزه دي سنه 2000 بالتالي طبعا هي محتسبه عن تاريخهم مع الاهلي لكن احنا مش حاسبينها طبعا ضمن الجوائز بتاعت الاهلي تمام. ده حاجه شخصيه بالظبط كده ماشي. بعد كده طبعا عصام الحضري اخذ افضل تصدي عن تصديه في مباراه الاهلي وترجي في نص النهائي في العوده هناك ده كان تمام. افضل تصدي في القاره تمام. وهو برده التصدي ده اتمنعت بعد كده تمام. يعني جائزه اتعاد مره وخلاص شكرا على تمام. حاجات تمام. غريبه بتحصل في الكاف تمام. بعد كده طبعا جائزه افضل نادي في القاره طبعا الاهلي اخذها 5 مرات والزمالك مره واحده بس تمام. ودي الجائزه الوحيده للزمالك، يعني الاهلي اخذ الجائزه دي 5 مرات 5 6 8 12 13
اما الزمالك اخذها مره واحده سنه 2002 بس، ودي الجائزه الزملكاويه الوحيده اللي اخذها من الكاف. تمام. لكن يبقى احنا قلنا 16 للاهلي واحد للزمالك، واصلا في بعض الجوائز مثلا جوائز حسام حسن زي ما اشوف بعد كده كابتن محمود الجهري، دي جوائز شخصيه مش حاسبها للاهلي، معناه طبعا دول اساطير من الاهلي لكن مش حاسبها للاهلي. تمام. احنا بنتكلم بس على جوائز النادي او لعيبه النادي او مدرب النادي، هو بس 16 للاهلي وواحد للزمالك. تمام. نروح بعد كده لجائزه افضل لاعب داخل القاره. بس برضه لما انت تبقى انت كذا نادي في مصر، حوالي 20 نادي او 30 نادي او ايا كان، ويبقى الاهلي خد مثلا خمس مرات والزمالك خد مره، برضه ده حاجه كويسه. هي حاجه كويسه بس الفكره ان انت في الاخر انت المسيطر، انت البطل الاوحد. الاهلي ما الاهلي خلاص احنا اتفقنا ان الاهلي دايما ما شاء الله ما شاء الله نصيب الاسد من كل حاجه. بالظبط. لكن برضه كنت تاخد جائزه افريقيه دي حاجه كويسه. يا ريت هم بقى هم يوريونا شطاتهم بقى ويجيبوا بقى يجيبوا بطولات يجيبوا بطولات لمصر بقى، مش هم مش هم الكتب الثاني يجيبوا بطولات لمصر. خش في الحاجات دي. نخش في الحاجات الثانيه. افضل لعيبه داخل طبعا هم يعني عاملين احتفاء للاعبهم طارق حامد ان هو طبعا تم اختياره رشح فقط لجائزه افضل لاعب داخل القاره. تمام. اللعيبه اصلا الاهلي تم اختيارهم ست مرات من اصل 12 مره في تاريخ الجائزه دي عبر تاريخها، يعني باثناء السنه دي كانت مره 13، قبل كده في 12 مره، زي ما احنا شايفين كده في الصوره في ست جوائز للاهلي. طبعا الريكورد مع ابو تريكه 6 8 12 13 ده افضل. تمام. ده افضل انجاز لاي لاعب، اصلا مفيش اي لاعب في تاريخ الجائزه دي خدها مرتين حتى على التوالي. تمام. او حتى مرتين ورا بعض من غير توالي يعني. تمام. ده انجاز فريد من نوعه لابو تريكه اللي اخذ الجائزه دي اربع مرات، وطبعا بركات اخذها 2005 و2010 اخذها احمد حسن، اللي هو برضه لان طبعا هنا لو نرجع هنلاقي ان دايما الزملكاويه دلوقتي في كوميكس كده بيتعمل على حسام عاشور انه ازاي ما اخذش بقى جائزه افضل لاعب، هو احنا عندنا نص ملعب اخذها اهو، هو مش حسام عاشور اصلا يعني ينافس انديه يعني في حته الجواز وكلام من ده، لكن احنا انت بتقول ان انت مدرسه فن وهندسه واللاعب اللي طلع من عندك هو لاعب وسط ملعب، وسط ملعب مدافع كمان. لكن احنا من غير مدرسه فن وهندسه احنا عندنا كليه كل حاجه، وبعدين طلع عندنا لعيبه في اجنحه هجوميه بيمتعوا افريقيا كلها، اخذها اربع مرات خمسه والسادسه كانت 2010 لكابتن احمد حسن. تمام. طبعا نروح بعد كده للجوائز الكابتن، بمناسبه كلام الكابتن عن كابتن ابو تريكه هنلاقي انه طبعا تم تكريمه انه ثاني افضل لاعب في افريقيا 2008، وده انجاز استثنائي لابو تريكه. طبعا يعني ده انجاز محلي، مفيش اي لاعب محلي اخذ وظهر اصلا في افضل ثلاث لعيبه في الكاف غير ابو تريكه. تمام. يعني ده لاعب بيلعب داخل القاره الوحيد اللي ظهر في افضل ثلاث لعيبه في عماد على القاره كلها. فطبعا ده انجاز فريد من نوعه، مفيش اي لاعب ثاني قرب منه حتى يعني. جميل. وطبعا هو كان الحق بيها، لكن عموما ده اختيار الكاف عشان دايما الكاف بيحب الايه افضل لاعب اوروبي، يعني لاعب بيلعب في اوروبا خارج افريقيا، ده يعني اختيارات الكاف الغريبه شويه. ف 2006 طبعا تم اختيار جوزيه مدرب العام، وفي 2008 تم اختيار جمهور الاهلي افضل جمهور، وفي 2004 و 2012 تم اختيار كابتن محمود الخطيب وكابتن محمود الجهري كاساطير افريقيا، دي جائزه تكريميه كده بيدوها للمؤثرين في تاريخ افريقيا. لكن برضه زي ما قلت طبعا كابتن محمود الخطيب واسطوره الاهلي وافريقيا، فتم احتساب الجائزه دي بالنسبه لي انا كانجاز اهلاوي، لكن جائزه كابتن محمود محمود الجهري مش حاسبها للاهلي، لانه طبعا هو مش اهلاوي بس، هو طبعا هو راجل طبعا لاعب اهلي ودرب الاهلي، لكنه طبعا درب بعد كده الزمالك ودرب المنتخب، فانجازاته ما هواش اهلاويه صرف، بالتالي احنا مش حاسبينها عشان واضح مش بنزود اي حاجه وخلاص، لا احنا بنحسب اللي لنا بس. ماشي. نروح بعد كده منصف لا احنا بنقول حق، يا ريت هم يتعلموا بس يكونوا زينا يعني. ماشي. نختم بس الانجازات دي باختيارات برضو استثنائيه. كان سنه 2007 الكاف اعلن عن افضل 20 لاعب في تاريخ افريقيا، اللي هو كان وقتها كان 50 سنه عن تاسيس الاتحاد الافريقي. وقتها تم اختيار اربع لعيبه من الاهلي واحد بس من الزمالك. تمام. اختيار لعيب الاهلي كان طبعا كابتن محمود الخطيب المركز الثاني بعد اوريجي ميلا اسطوره الكاميرون، ده كان المركز الاول. وبعد كده كابتن حسام حسن الثالث، كابتن صالح سليم ال 13، وكابتن هاني رمزي 19، ويليه في المركز ال 20 والاخير كابتن حسام حسن شحاته اسطوره نادي الزمالك. تمام. فطبعا دي كانت اربع اختيارات اسطوريه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي ولاعبي الاهلي، وبكده نكون انجزنا الشكر الخاص بجوائز الاهلي زي ما قلنا. حسن شحاته يستاهل بصراحه. لا طبعا يستاهل، مدرب اسطوري طبعا. بالظبط. يعني هو يعني هو انا شفته طبعا كلاعب، لكن شفته كمدرب بالنسبه لي طبعا من اعظم المدربين في تاريخ مصر. كان لعيب جامد جدا. اكيد طبعا. هو كان لعيب جامد جدا جدا. اكيد ما فيش نقاش. اكيد. لكن انا طبعا ما حضرتوش، ما قدرتش حتى ما اقدرش احكم عنه فنيا كلاعب يعني. لكن يكفي ان هو طبعا يعني الثلاثيه الاسطوريه بتاعت المنتخب. اكيد. كانت طبعا دي حاجه ما بتتكررش ابدا يعني. اكيد. دي كانت الانجازات الحقيقيه زي ما قلنا، احنا اخذنا 16 جائزه.
نادي الزمالك اخذ جايزه واحده كافضل نادي في افريقيا 2002. نادي الاسماعيلي حتى له جايزه لكنه ما هياش ليه هو، هي اللاعب كان بيلعب في 2003 قصدي، كان لاعب تم اختياره، هو لاعب افريقي مش توري او حاجه كده يعني، تم اختياره هو كافضل لاعب في داخل القاره، بالتالي برضه هو الانجاز ده محسوب انجاز مصري لانه طبعا النادي الاسماعيلي اللي وصل لنهائي افريقيا وقتها وخسر، بالتالي طبعا الانجاز ده مصري لكن هو اللاعب مش مصري. جميل. دي بالنسبه للانديه المصريه. باقي الانجازات بقى انجاز شخصيه، يعني افضل نادي، افضل منتخب، افضل مدير فني كابتن حسن شحاته وهكذا، لكن دي انجازات الخاصه بالاهلي. تمام. نروح بقى في بعض، يعني احنا بنتكلم هنا انجازات طبعا حرضنا كل حاجه بادله ونتحدى حد يثبت غلطه واحده بس في كل اللي احنا قلناه ده. تمام. لكن احنا بقى في بعض الناس بيقولوا ان هم يعني عندهم انجازات، وهنشوف اول فيديو معانا الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف وهو بيقول بعض الانجازات ليه ونشوف مدى صحتها. يلا نشوف الفيديو. يلا يلا تعالوا نشوف. فيها يعني احسن لعيب ما بلعبش في بتاعك ليه؟ ما بلعبش فيرود، كنت بلعب من تحت الفراود. ايوه. يعني واخد احسن بطوله، احسن لعيب في البطوله في نص ملعب، فده طبعا يعني الحمد لله ده يعتبر انجاز شخصي ليا، ان انا تعرف لعيب نص ملعب يا كابتن طارق بيحتاج اللي هو يبقى لعبته كورته كويس. وبعدين كان معانا مين معلش من غير تحديثك في الفرقه؟ كابتن حازم امام، وكان في شامب شروان، كان في كابتن خالد الغندور، كان في اسماء كبيره جدا، كابتن حسام حسن، كان في اسماء كبيره جدا جدا، وانت ما تقلش طبعا الاسماء دي اي شيء. لا هم طبعا، انما ان انت تحصل على احسن لعيب في افريقيا في بطوله 2002 في ظل الاسماء الكبيره والكوكبه الكبيره من النجوم دي، حاجه تشهد لك كابتن. والله يا كابتن طارق يعني هو طبعا هو كابتن وليد صلاح عبد اللطيف بيقول ان هو افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا 2002. طبعا ده هو ما اعرفش هو جاب الانجاز ده منين، بس الحاجات دي بنرجع لها المصادر. ما ينفعش حضرتك تطلع تقول انا افضل لاعب في العالم، طب ايه الدليل؟ طيب بالظبط. فطبعا احنا كابتن هو لاعب الرجاء كابتن هشام بوشروان هو اللي اخذ افضل لاعب في افريقيا سنه 2002، وده عندنا مصدرين. المصدر الاول من البي بي سي، لو هنعرض الصوره مع بعض هنلاقي المصدر بيقول افضل لاعب داخل بطوله دوري ابطال افريقيا اللي هو مظلل عليها بالاصفر دي هي هشام بوشروان. وبرده مصدر ثاني موقع اليويفا الرسمي، يعني حتى كان اليويفا ما اعرفش كان مهتم ليه بالليج بلاير. نرجع ثاني لو سمحت، صوت البي بي سي اوضح طبعا، بس كان بيست افريكان شامبيونز ليج بلاير هشام بوشروان، هشام بوشروان الرجاء المغربي. تمام. المغرب. تمام. فطبعا ده دليل 2002 الجايزة اللي طبعا الجايزه بيعلن عنها في 2003. فهي جايزه 2002 لكن بيعلن عنها في 2003. تمام. دي شيء معروف. تمام تمام. دي اول حاجه بالنسبه للانجاز اللي طبعا ده على فكره طبعا هو دايما بيقوله كابتن وليد صلاح عبد اللطيف، بيقول دايما الانجاز ده كاعتبار هو حاجه اهم حاجه في السي في بتاعه. هو طبعا ده كلام مش صحيح بالمره، وردنا عليه بالصوره ونتحدى اي حد يثبت غلطنا، يعني احنا بنتكلم حاجه بمصادر اجنبيه. الصوره دي موقع الويفا، ممكن يدخل عنها ورا بس فيه. هي بنفس الكلام ده بس اثبات كده عشان بس ايه بيكون في مصدرين للموضوع يعني. تمام تمام. نشوف أوكي. بعد كده بقى نرجع وعشان نشوف برده في بعض الانجازات الثانيه لبعض اللاعبين الاخرين، هنشوف بقى كابتن خالد الغندور هو بيقول لنا ان بعض الانجازات الشخصيه ليه هو. نشوف فيديو مع بعض. ماشي. 95 96 خدت تاني احسن لاعب في افريقيا من فرانس فوتبول. مش فاكرين حاجه. مش فاكرين. انا دايما بقى بعد التنك. لا فاكر. ايه فاكر مدحت؟ فاكر والله. طبعا ايام جميله جدا. الجميل اللي كابتن مدحت عبد الهادي فاكر، يعني هو انا مش عارف هو فاكر ازاي، لانه اصلا كابتن خالد الغندور يعني انا معيش، هو كابتن خالد الغندور بيقول ان هو عمال يفتكر كده 94 95 96. انا بصراحه يعني لو انا واخد بس جايزه افضل يعني طالب في مدرسه في ابتدائي هكون فاكر سنه كام واليوم والساعه، فده انجاز شخصي بالنسبه لي، فازاي هو مش فاكره اصلا يعني؟ فده يعني حاجه غريبه جدا. لكن طبعا كابتن خالد ما هوش كلامه مظبوط، لان اصلا الجايزه هو بيقول 94 95 96. تمام. جايزه اصلا فرانس فوتبول انتهت في افريقيا سنه 94، دي اخر جايزه اعلن عنها من الفرانس فوتبول، بالتالي اي جايزه بقى في 95 96 ما هياش ما حصلتش اساسا، يعني الجايزه اصلا ما اصدرتش في 95 و96، فازاي انت بتقول انت خدتها في 95 و96؟ طبعا ده اول حاجه. اخي يمكن تلخبطوا كيشو. ما هو طب ماشي، ما هنجيب بقى احنا دلوقتي قلنا ان هو ما فيش جايزه اصلا في 95 و96. تعال نشوف بقى جايزه 94 في الصوره اللي معانا، صوره رسميه من فرانس فوتبول بيقول ان جايزه افضل لاعب 94 ده التوب 10 في الجايزه. حضرتك بقى ايه نتحدى كده كابتن جمال غندور او خالد غندور ان هو يطلع لنا اسمه من الجايزه دي، التوب 10 في الجايزه. ما فيش اصلا اسم موجود خالص. افريكان جورج وايا
افريكان ده افضل لاعب افريكان بلاير ده الجائزه 1994 بالظبط ده افضل 10 لعيبه من فرات فوتبول سنه 1994 ودي كانت اخر سنه يعلن عنها في افريقيا افضل لاعب في افريقيا من فرات فوتبول طبعا اللي خدها طبعا المصري الوحيد اللي اخدها كابتن محمود الخطيب ده الانجاز المصري الوحيد في الجائزه دي تمام نرجع طيب عشان نشوف برضه بعض الانجازات الثانيه من اللعيبه بحاول ادور على الاسم مهم يعني لا مفيش والله لو انت دورت للصبح مش هتلاقي اسم طيب نشوف الفيديو اللي جاي معانا وبعد كده نرجع نعلق عليه ما خدنا احسن فريق في العالم سنه 2002 وخدنا اكتر فريق حصل على بطوله في سنه واحده في التاريخ هو سنه 2002 2003 خدنا حوالي 7 بطولات طبعا يعني كالعاده كلام هو سواء كابتن طارق السيد او اي حد من الزمالك بيقولوا بعض الكلام كده بيتورطوها وهي مع انه اصلا ده كابتن طارق شاهد على الموضوع يعني هو شاهد على الفتره دي وكان لاعب اصلا في الفتره دي الزمالك ورغم كده صدق اللي بيقولوا يعني الاعلام الزملكاوي فصدق الموضوع ده ان هم اخذوا افضل لاعب افضل نادي في سنه 2002 وده طبعا مش صحيح بالمره هم اخذوا في فبراير 2003 شهر واحد بس اللي هو شهر 2 2003 ده الانجاز الزملكاوي بالنسبه للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اللي هو نرجع اصلا بعد كده لكن نعرض الصوره عشان بس نثبت ان هو في سنه مش في شهر مش في سنه تمام دي نقطه مهمه جدا هو بيقولوا ان هم اخذوا افضل نادي في السنه لا هم في شهر يناير شهر فبراير في سنه 2003 بس ده انجاز شهري مش انجاز على مدى السنه هو دي النقطه الاولى يبقى سنه لا هو في طبعا في السنه في انجاز بالسنه لا ما ينفعش ده يبقى سنه يعني لا ما ينفعش ما هتاخد شهر واحد تعمله على سنه ما ينفعش لو احنا كده هنجيبها سنتين بقى ما احنا دلوقتي هم الزمالك يعني انا بسالك لا ما ينفعش ما احنا دلوقتي احنا هم بيعتبروا اول انجاز ده انجاز فظيع وما حصلش طب احنا عندنا اصلا انجاز ده مرتين اصلا يعني احنا في يونيو 2006 مأمن على نفسك كيجو ما تقلقش في يونيو 2006 مش واخد بالك تبدا تامن على نفسك يونيو 2006 ويوليو 2006 2007 الاهلي تم اختيار الاهلي افضل نادي في العالم من نفس المؤسسه دي يعني مؤسسه الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء تم اختيار الاهلي كافضل نادي في العالم في نفس السنه دي لا مش 2002 ماشي لا 2006 و2007 تمام شهرين نفس المؤسسه بالظبط نفس تمام. المؤسسه بالتالي هنا ده مش انجاز يعني على فكره اصلا مش انجاز على فكره فظيع يعني يعني ده مؤسسه اي موقع على النت بيعمل على فكره في دوت مواقع بالنسبه بتعمل تصنيف الانديه مش بهتم بيها خالص مش بهتم اعرف تمام. الاهلي فين والزمالك فين ما يهمنيش لان يعني دي ما فيش اي جهه رسميه بتقول ان ده الترتيب الحقيقي بالتالي اي كلام من هنا طبعا ده كلام يعني عالي تماما من الصحه يعني ده بالنسبه بقى لموضوع السبعيه مش عايز اتكلم فيه بالتفاصيل انا عندي لا فيديوهات كده عشان خاطري لا في فيديو طبعا فيديو ماشي. اخير وبعد كده هنتكلم عنه ماشي موضوع السبعيه طبعا احنا اتحاد الزملكاويه بقالي سنتين دلوقتي ان هم يجيبوا السبعيه دي حصلت يا يجيبها لي في موسم يا سنه يا سنتين متتاليين ما فيش اي حل ايه السبعيه دي اللي هو قال لك انا اخدت 7 بطولات في سنه 2002 2003 انت لا جبتها 2002 ولا 2003 يعني انت جمعت مثلا بطولاتك مثلا 3 في 2002 وبعدين 4 في 2003 هم يجمعوها بقى على بعض يبقى 7 تمام فطبعا ده مش منطق انت الموسم بيبدا يعني الموسم بيبدا ببطوله السوبر المحليه دي اول بطوله في السوق في الموسم عندنا وبعد كده بتبدا تاخد مثلا دوري بتاخد كاس بتاخد دوري ابطال بتاخد سوبر افريقي دي البطولات الرسميه تمام هم برضه مضافين بطولات مثلا سوبر مصر السعودي مضافين بطولات سوبر البطوله العربيه 2002 2003 2004 2005 بالظبط مفيش كام ده مفيش اصلا اي نادي في العالم اصلا ياخد 7 بطولات يعني احنا بنهزر هو اصلا اقصى انجاز في الدنيا هو 6 بطولات بجد والله على فكره برضه يعني برشلونه واخد انجاز ده في سنه واحده مش موسم يعني برشلونه برضو ودي برضو الاصدقاء البرشلونيين يعني كاتالونيين ما فيش اصلا انجاز اللي خاص برشلونه في موسم ما فيش موسم 2008 2009 لا هم اخذوها في سنه 2009 ده الانجاز الايه برشلوني يعني فالزمالك اخد البتاع دي مش في اي سنه لا هي سنه ولا هي موسم بالتالي ما تقدرش تقول ان انت اخذتها في اي موسم كروي يعني تمام بتطبع انجاز وهمي ونتحدى انهم يثبتوه يعني هجيبها لنا احسبها باي طريقه مش هتلاقيها موجوده ابدا يعني تمام نروح الفيديو بعد كده وبعد كده نرجع نرد عليه برضه. اتفضل. الموضوع كتير جدا. وقلت ان سكرتير الاتحاد الافريقي في الوقت ده كان مصطفى فهمي. صحيح. وانه غير اللائحه وبناء عليه طلع قرار الكاف اللي هو الاتحاد الافريقي بان الاهلي بطل كاف. لكن احنا في نفس التوقيت الاتحاد الدولي من معهد الاحصاء المعتمد من الاتحاد الدولي طلع قرار بان نادي القرن هو نادي الزمالك. وانا متصور ان هذا الموضوع في الاصل اعترف به اخيرا مصطفى فهمي ساعه الانتخابات الاخيره للنادي الاهلي وقال هذا الكلام انا عدلت اللائحه انا عملت للاهلي
ومع ذلك الناس ما انتخبتنيش عضو مجلس اداره، يعني اعتراف بعد 20 سنه. طبعا كالعاده كلام مرسل، كلام بلا دليل، زي ما هو اخر حاجه قالها في الفيديو، قال ان الاستاذ مصطفى مراد فهمي اعترف انه زور المعايير بتاعه نادي القاره. اصلا مفيش حد عاقل اصلا يعمل كده يعني. بس افترضنا ان في حاجه زي كده، ما فين الدليل يا جماعه؟ يعني هو ده اصلا بيتكلم مثلا عن حاجه مثلا في 2017، مفيش اي حد صور، مفيش حد ما بيحبش الاهلي بيصور في النادي الاهلي يجيب الكواليس دي، يجيب الفيديو ده او حتى تسجيل صوتي حتى للاستاذ مصطفى، مفيش اي كلام ده. فهو بس مجرد بس اساطير كده بيتم متداولها عن انجازات وهميه. تمام. فده ما حصلش. لكن طبعا هو كابتن الاستاذ طبعا كمال درويش بيقول ان معهد الاحصاء، دكتور جمال درويش بيقول ان معهد الاحصاء التابع للفيفا اختار الزمالك نادي القرن. طبعا ده كلام ملوش اي اساس من الصحه. من ناحيه اولا طبعا هم الاستاذ جمال او دكتور جمال يعني متاثر بال يعني بالمانشيت الزملكاوي اللي ممكن نشوفه دلوقتي، الصوره دي متداوله جدا على الصفحات الزملكاويه على اساس ان هو فعلا الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يغلق باب الجدل ويؤكد ان الزمالك نادي القرن في افريقيا. دي صوره متداوله جدا معانا، دي الصوره الزملكاويه المتداوله، على اعتبار بقى ده اللي هو يعني البيان الافصح عن ان هم استحقاقهم لنادي القرن. في تحت اشتري الشهاده الذهبيه واكسب عربيه. بس لو تاخد بالك انت اصلا هتلاقيهم واخدين ايه الصوره بكادر كده سينمائي، مش كادر مظبوط، لا كده كادر مايل كده عشان ايه دي كده ايه تاثير درامي. برضه اشتري الشهاده الذهبيه واكسب عربيه. لا ما اعرفش هو بيعمل اعلان ولا ايه يعني. ماشي. المهم طبعا ده الكلام ده غير صحيح بالمره لسببين. السبب الاول ان الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اللي هو اي اف اف اتش اس، ممكن نرجع هنلاقي انه الاتحاد اصلا ما قالش ان الزمالك نادي القرن. تمام. الاتحاد ده لما اعلن في 2009 عن اختياراته لنادي القرن في افريقيا وفي كل العالم طبعا، والمناسبه طبعا ده هنقول بقى الاتحاد ده صفته ايه بعد كده، بس هو لما اعلن ما قالش ابدا ان الزمالك نادي القرن. تم الصوره اللي بعدها بقى هنلاقي ان اعلن عن كاتوكو اشانتو كاتوكو نادي القرن في افريقيا بالنسبه لاختيار الاتحاد ده، مش ده مش كلام رسمي. وبعد كده جاي الاهلي وبعد كده الزمالك، يعني حتى الزمالك في تصنيف الاتحاد ده في المركز الثالث. تمام. يعني الكاف في بالنسبه للكاف المركز الثاني الزمالك. فده انت عاجبك ايه كوتوكو اللي هو بتاع اللي عشان بس مجرد الاهلي ما خدهاش يعني. يعني بالنسبه للكاف الزمالك في المركز الثاني. بالظبط، هم عايزين الاتحاد الدولي تاخد الاحصاء ده اللي هو مديهم الثالث، فما اعرفش هم عاجبهم المركز الثالث يعني. لا طب ما ممكن اقول لك برضو عشان الاهلي مش هنا في ال ما هدي بقى اشوف بقى مدى مصداقيه اصلا واهميه. أيوة. الاختيار ده. تمام. يعني هنشوف الصوره اللي بعدها هنلاقي الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا بينفي اي صله ليه بالاتحاد الدولي تاخد الاحصاء ده. مش معنى ده اسمه اتحاد دولي ده اتحاد دولي ان ده حاجه رسميه، ده هتلاقي في اخر سطر ان هو بيتاكد انه الفيفا ملوش اي علاقه، دي الترجمه يعني بالاخر، ملوش اي علاقه بالترتيب الاتحاد الدولي تاخد الاحصاء اللي هو اي اف اف اتش اس. ده وثيقه رسميه ممكن تبحث عنها في اي حد يقدر يبحث عنها، موجوده في موقع الفيفا، ان هو ملوش اي ما بيصدرش اي تصنيف رسمي ولا بيقول اي علاقه بالاتحاد الدولي تاخد الاحصاء. بالتالي كلام الزملكاويه عن انهم نادي القرن في افريقيا باعتراف اي اتحاد ملوش اي كلام الصحه، وكالعاده كل انجازاتهم وهميه، انجازات الاهلي موثقه وثابته. احنا بنشوف حقوقنا بس. بالظبط يعني احنا بنتكلم بالصوره والدليل، يعني اللي عايز يقول يقول يقيش، واحنا بنتكلم في حقوقنا بس. بالظبط بالظبط، ده كان كل اللي عندي بالنسبه للتوثيق. ممكن اطلع اقول انا اخدت احسن لاعب في العالم، يعني هو احسن يعني ما ازاره قال لك كل واحد ليه بق بيتكلم، محدش يعني بيراجع وراه. لكن طبعا انت بقى انت مش ممكن يعني تجيب حاجه من دليل، احنا بنجيب حاجه مثلا من عندنا، احنا بنجيب ويقول يقول عايز يقول يقول، احنا بنراجع بنشوف الكلام ده هل ده حقيقي. انت عندك كام تلفزيون في البيت؟ لا واحد بس مقطع بقى القنوات. لا ماليش دعوه اصلا، انا ببحث بس انا جوجل، هم بيسموني جوجل بتاع الاهلاويه. ده جوجل انت معدي جوجل. الحمد لله الحمد لله. دايما احنا بنتكلم، هم دايما يعني بيتكلم ان انت بتتكلم بارقام، ميديا انت بتتكلم بارقام، يعني مفيش اي منطق ان انت يعني اخرجوا قال لو انهم الناس اللي يتظاهرون، هي مفيش فكره ان هم عندهم مشكله في حته قبول الوثيقه وقبول المنطق، مفيش اي مشكله ابدا في حته ان انت تتكلم، يعني قول رايك زي ما انت عايز، قول انت احسن نادي، قول انت بس ما تجيبنيش في جمله مفيده، ما تجيبش جمله مفيده، ما تقولش انت ما تقارنيش بقى وانا اخدت حاجه مش من حقي. لا الاهلي نادي القرن يعني بالحق وبالدليل. احنا بنقول الاهلي نادي القرن، ما بنقولش اي انديه ثانيه. بالظبط، احترمنا لكل الانديه. بالظبط، فانا لما احب اتكلم عن نفسي هقول برضو عبد الحميد حسن كنت احسن لاعب ماليش علاقه بالكشو. بالظبط، ثالث اسرع هدف في تاريخ الدوري. شفت طبعا يعني انجاز يعني من انجازات ال انا قعدت اسرع هدف 10 سنين وما حدش قال لك. لا 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 عادي يعني، اصل احنا يعني اتحاد الكره اساسا نشوف محمد صلاح والعلاقه، فمش هتكلم على اسرع هدف يعني 10 سنين، بس احنا بنفتكر
للاسف الشديد بنفتكر لما حد بيجيب اسرع هدف نبدا نشوف بقى مين، وتلاقي حد داخل حاطط نفسه برضه بالظبط. هو دي نفس الفكره بقى بالمناسبه، يعني احنا سبحان الله جت كده بالصدفه، يعني برضه فكره اللي هو ايه، بعض الناس غير خارج الاهلي يعني بيقولوا ان هم صاحب اسرع هدف في تاريخ الدوري. انا كلمتك فاكر لما كلمتك قلت لك لا في قبلي وفي قبل كذا، في طبعا كابتن يعني كابتن طه دايما شخطها، يعني هو طبعا الموثق في صوره كده ان هو اسرع هدف في تاريخ الدوري، لكن دي صوره ما فيهاش دليل، يعني فيش فيديو كده، فيش ريكورد للماتش ان هو اسرع هدف. طالما الشيخ طه قال كده يبقى هو ايه الشيخ طه ده على راسنا من فوق الشيخ طه. طبعا طبعا، لكن فوق الفكره نفس فكره حته الانجازات اللي هم ما حدش يقول حاجه كده من غير دليل. بالظبط، يعني حتى انا لما قلت مثلا الشيخ طه قال كذا، فيعني ايه قلت عود على الراوي ان هو الشيخ طه بيقول كذا، وطبعا هو اكيد صادق يعني، لكن احنا ما فيش دليل، عشان كده ما اقدرش اقول قلت مثلا فرقت بين الحاجات الموثقه والحاجات غير الموثقه. بالظبط، فطبعا الموثقه كنت حضرتك ثالث اسرع هدف في تاريخ الدوري. عشان كده كمان يا كويشو لازم انت حد الناس بتحبك، وحد كنجم، وحد كمسؤول، لازم لما تقول كلمه تبقى عندك مصداقيه فيها، سيبك بقى من الاهلي والزمالك واي حاجه دلوقتي، انا بتكلم في العموم في المصداقيه، انت بتتكلم بمصداقيه مع الجمهور بتاعك، فلازم يبقى عندك مصداقيه كبيره جدا. ما ينفعش اقول انا اصل انا كنت في 2007 كان لازم مش عارف اعمل ايه وخدت ايه وخدوها مني، ما ينفعش ما ينفعش، لان في واحد احمد كيش وهو قاعد ما بيسيبش حاجه ما بيسيبش حاجه. احنا بنجيب حاجه بالدليل، مش بنقول حاجه يعني باطله يعني. بقى انا بعد كده برضه خلي بالي ممكن بعد كده لا لا الاهلاويه الحمد لله ما عندهمش حته ان هم ايه يقولوا اي كلام من غير اي حساب، يعني احنا بنقول بما يرضي الله. بالظبط، ودايما ربنا رقيب علينا قبل اي حد. بالظبط، فلازم الكلمه طالعه مننا من قلبنا لقلب الجمهور اللي بيثق فينا جدا جدا واللي بيحترمنا جدا جدا، لازم نبادله نفس الاحترام باكبر بكتير كمان من حقه. بالظبط، انا طبعا عارف الناس كانت منتظره مننا نجيب ان هو مثلا حاجات تحكيميه وحاجات، ما انا عارف مش لا مش ما تخافش مش هعرض حاجات تحكيميه عشان الوقت لا يسمح يعني، لكن ان شاء الله بكره في الاهلي خط احمر ان شاء الله هنعرض كل حاجه يعني. ففي بعض طبعا الحاجات الاحصاء والكذا ان شاء الله بعد كده هنعرض كل حاجه، مش عايز اتكلم خاصه بتاعه سلسله الانتصارات، مش عايزين نتكلم عنها كتير دلوقتي عشان هي كده هتقف يعني عاجلا ما جه هتقف، محدش بيكسب على طول، فلما تقف هنتكلم ان هو موقف الاهلي ريني فايلر بقى في تاريخ الاهلي كله باذن الله. هنشوف هو عمل كام سلسله ان شاء الله مش هتقف. كلمه اخيره، احنا يا جماعه في الاول في الاخر لما كوشو بيجي بينور القناه هنا اي حد بيتكلم، احنا مجرد ان احنا ايه بنقول حقائق فيها شويه هزار شويه، لكن طبعا كل الاحترام لكل الناس، كل الاحترام لكل الجماهير باختلاف انتماءاتها، اي جمهور مهما كان ده هو الجمهور الخط الاحمر الوحيد حتى بالنسبه لنا شخصيا، لان الجمهور ملوش اي مصلحه في اي حاجه ان هو بيحب فرقته وبينتمي لفرقته وعايز فرقته احسن ما يكون. بالظبط، فاحنا على سبيل الهزار مش اكتر، كل الاحترام لكل الناس. لما نتكلم حتى الكوميكس بتاع طارق حامد وحسام عاشور والكلام ده كله في اطار التهريج، لكن طارق حامد لعيب كبير جدا، لعيب بيتمنى اي نادي يكرهه اي نادي تاني، يعني لعيب انت تتمنى يبقى عندك في هو لعيب مقاتل جدا، لعيب راجل جدا، ممكن يموت نفسه عشان يقطع كوره، لكن انت النادي تاني لازم تكرهه، ده بيضرب، احنا لو عندنا هنحب النوايا. انا مش حابب يعني لا انا بتكلم على نوايا الرجوله. سيبك من لا الاداء اللي ممكن يعني مش عايزين نتكلم عن كابتن طارق عشان باستثناء طارق. بتكلم في ما انت عندك لوعد. لا بص عندنا احنا عندنا دايما مثلا كابتن حسام عاشور، عندنا حاليا حمدي فتحي، عندنا اليو ديانج، فعندنا لعيبه فكره الرجوله لا تستدعي بالشرط الايذاء، فدي حاجه. لا بقول لك، ما انا بقول لك حتى يعني لو كان احنا ما جربناش يبقى عندنا النوعيه دي، ممكن لا مش عايزين يكون عندنا النوعيه على فكره يعني. ممكن نحب على فكره لا مش عايزين يكون عندنا النوعيه احنا عندنا ولو عندنا خباك يعني خباك يعني. نشوف مثلا ديانج دايما بياخد انذارات على تدخلات هي عنيفه بس هو دايما فكره ايه لما يكون في تدخل بيدي انذار، يعني احنا عايزين برضه يكون ده معيار ثابت، هو اي تدخل مش معنى ده انه ده مثلا افريقي يعني من خارج مصر دايما ياخد انذار كده على الرايحه والجايه يعني. بالظبط، لازم يكون المعايير يداخد انذار وغيره ياخد انذار. ديانج خلي بالك بعد كده هيعمل كمين، هيبقى واقف بكمين واللي معاه راح فين. لا مش ربنا يحميه طبعا من شر الاصابات، عشان احنا طبعا عندنا مشكله في الاصابات دي، نكمل معاه لاخر بطوله افريقيا دي اهم حاجه يعني. لكن طارق حامد شخصيه بره الملعب طيبه جدا جدا، حاجه جميله جدا خلي بالك والله بجد. ممكن الملعب بقى حماسه وخوفه والكلام ده كله ممكن اكيد، وبرده الحكام يعني انا اقول لحضرتك حاجه يا حضرتك، راجع الناس تقدر تراجع طرد طارق حامد في مباراه الاهلي وسموحه نهائي الدوري 2013-2014 والدوري الرباعيه، هتلاقيه سلم على الحكم، كان تقريبا حكم محمود عاشور تقريبا او مش فاكر محمد البنا، المهم سلم على الحكم بمنتهى الاحترام، كان في انذار تاني، سلم على الحكم وتفضل مشي بمنتهى الذوق. ممكن يجيب اللقطه دي بس من مجرد فيديو معايا يعني موجوده، انه تقدر تراجع عليها يعني تمام. موجود ان هو لما هو كان في سموحه كان بياخد الانذار من هنا او الطرد، ويعني ايه يخرج بمنتهى الاحترام، منتهى التقدير، لانه عارف انه مفيش حد مش لاعب بشرطه
لكن بقى كون ان هو مش مصدق ان هو طرد، فطبعا ان هو احساسه ان هو بدا يعمل اللي هو عايزه. هو انا هقول لك بس مش عايزك تعلق، مش عايزك تعلق. في لعيبه يا جماعه بتتظلم لانتماءاتها لاي حاجه. يعني في لعيبه ممكن يبقى في ولا بلاش، انا بحب كل اللعيبه عموما الرجاله، لكن الاذاء لازم الحكام كمان تتعامل مع اي لعيب بيحاول يأذي ما تبص له في ان هو حتى لو في الاهلي اطرده، عشان بعد كده هو كمان يبقى عامل حسابه ان لو عملت حاجه هتطرد فاطور من ادائي شويه من غير ضرب. لكن طارق حامد لعيب راجل جدا، لعيب محترم جدا، كل التوفيق. نتمنى ان هو يلعب بمنتهى الرجوله ومنتهى الفير بلاي. اكيد بس اكيد انا بشكرك شكرا جزيلا حبيبي، وببقى مبسوط جدا وانت معايا. وانا كمان والله، ومبقاش عارف اتكلم من كتر اللي انت بتعمله. ربنا يخليك، خليكوا حريصين جدا، لان في نماذج زي احمد كيشو دايما بتدور على بالادله والمسندات والتواريخ علشان يثبت الحقيقه. خليكوا حريصين، خليكوا احترموا الجمهور في كل حاجه، احترموا عقليه الجمهور، عقليه المشاهد، ودايما قولوا الحقائق، ودايما نتقي ربنا في كل كلمه بنقولها. بشكرك شكرا جزيلا، ودايما منور الدنيا ومتالق دايما. ربنا يخليك، شكرا ليك. دي كانت فقرتنا مع المتألق دايما احمد قيشو، وشفنا الكابتن محمود صالح نجم الاهلي ونجم مصر. بعد الفاصل هيكون معاكم الاستاذ الكبير محمد صادق بصحبه الزميل محمد سعيد. اشوفكم على خير ومع الف سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة من برنامج الأهلي ليلة في ختام هذا الأسبوع يوم الخميس. معودناكم دايما أن كل يوم خميس في ختام هذه الحلقة بالتأكيد بيكون معنا صحفي وناقد رياضي للحديث على المستجدات الرياضية وما طرأ على الساحة الرياضية خلال هذا الأسبوع. وهذا الأسبوع تحديدا كان فيه أحداث رياضية كثيرة جدا فيما هو متعلق بجائزة الاتحاد الإفريقي أو جوائز الاتحاد الإفريقي العام 2019، جوائز الأفضل اللي أقيم في الغردقة أول أمس، وأيضا كمان مباريات النادي الأهلي في الدوري العام، مباراة بلاتينيوم في زيمبابوي إن شاء الله يوم السبت القادم، آخر المستجدات المتعلقة أيضا بكرة القدم المصرية، عودة الجماهير، الحكام الدوليين، نظام تقنية الفيديو الفي آر، في تفاصيل كتيرة بالتأكيد لازم يكون معنا النهاردة ناقد رياضي وصحفي كبير الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة، عنده كواليس وعنده أسرار بالتأكيد، فرصة النهاردة يكون معنا ونسمع منه ونشوف آخر الأخبار والمستجدات وتعليقه على كل هذه الأحداث خلال الفترة الأخيرة. استاذ محمد منور الدنيا واهلا وسهلا بيك. اهلا استاذ محمد سعيد، ليله سعيده على جماهير الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للاهلي في القادم ويوم السبت ان شاء الله باذن الله. طيب ابدا معاك بالحدث الابرز خلال هذا الاسبوع، مصر استضافت حدث افريقي عالمي، لان انا برضو مهم جدا اقول عالمي، لان الاتحاد الدولي فيفا عبر موقعه الرسمي اهتم جدا بتغطيه هذا الحدث على الويب سايت، واتكلموا على ان مصر استضافت حدث افريقي كبير جدا اقيم في منطقه سياحيه ممتازه في البحر الاحمر في الغردقه سهل حشيش. تعليقك على الحفل بشكل عام وملاحظاتك، وشفت الحدث ازاي في مصر؟ هو بالتاكيد يعني من اجمل الاحداث اللي نظمتها مصر الفتره الاخيره، مردوده مش كره قدم بالتاكيد، لكن مردوده كبير جدا جدا على سمعه مصر السياحيه. ياما رئيس الاتحاد الدولي يدعو كل الناس وكل انحاء العالم ان هم يزوروا مصر، دي اكبر دعايه لمصر كسياحه وكبلد كبيره ودوله عظيمه، الحاجات دي كلها مكاسب لا تحصى ولا تعد، بعيدا عن كرة القدم أو الاتحاد المصري لكرة القدم أو أي حاجة تانية. هو تنظيم الحدث في حد ذاته وفي مدينة سياحية زي الغردقة وفي حضور نجوم وكوكبة من نجوم العالم، فشيء طبيعي جدا أنه في مكاسبه كتيرة جدا وهيبقى ليها مردود كويس في المرحلة اللي جاية. الحدث نفسه الأفضل في أفريقيا، الأفضل نجوم، الأفضل أندية، الأفضل مدربين، كل الكلام ده كله ده كوكتيل كويس جدا جدا. الحفل كان شيك وكان محترم وكان زي الفل، ممكن يكون في بعض السلبيات الصغيرة ممكن تتلافاها في بعض الحفلات أو بعض الاحتفالات القادمة، لكن في حد ذاته ده لا يقلل من أنه حدث كبير جدا، حدث على أرض مصر وفي أول يناير وفي بداية فترة سياحية مهمة جدا لمصر. أكيد. طيب استضافة مصر لهذا الحدث مش الأول ولا الأخير،
لان طبعا. خلال عام 2019 مصر استضافت اكبر الاحداث الافريقيه الكبرى، تمام. كاس الامم الافريقيه للكبار في شهر 6 و7 العام الماضي، كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه في شهر نوفمبر، تمام. وختام هذا الموسم الافريقي باستضافه هذا الحدث جائزه الافضل او جوائز الافضل في الاتحاد الافريقي. هل ترى ان الاتحاد الافريقي مصر والكاف خلال الفتره الاخيره بقى هناك تجاوب، بقى هناك مسانده، بقى هناك فكره تعامل بشكل كبير جدا احترافي لابراز حتى كمان فكره المسابقات الافريقيه والتعاون ما بين الكاف والدوله المصريه؟ هو بالتاكيد الكاف هو المستفيد من هذا التعاون، لان هو بمجرد ما بيقول على حاجه بيلقى التنظيم بتاعها بيتم على اعلى مستوى، ما بيحصلش ولا هيحصل في الدول الأفريقية الشقيقة أو حتى دول شمال أفريقيا لو حد أسند إليه تنظيم حاجة من كده بشهادتهم كمان طبعا بالتأكيد. فهو يعني ما كانش يحلم الاتحاد الأفريقي أنه يتنظم ثلاث أحداث مهمة زي حضرتك ما قلت في أقل من ست شهور على أرض مصر بهذا الجمال والحضور الكثيف، إذا كانت 24 منتخب في كأس الأمم الأفريقية، إذا كان تبع منتخبات كبرى في المنتخبات منتخبات الشباب وتحت 23 سنة، وإذا كان حفل الأفضل، فشيء طبيعي أنه التجاوب موجود، بس هو التجاوب من الدولة المصرية، من الدولة والحكومة المصرية اللي هي بترحب بالحدث وبتطلعه في أجمل صورة، وده المكسب الكبير جدا يرجع للاتحاد الأفريقي. من الممكن يبقى في مكاسب أخرى مصر بتحققها بالتأكيد، لأن احنا مش بنعمل حاجة لوجه الله، احنا بنعمل حاجة لبلدنا، بنعمل حاجة لسمعة مصر الرياضيه والسياحيه والحاجات دي كلها مكانتنا. شيء طبيعي شيء طبيعي ان احنا لما بنستضيف هذه الاحداث الكبيره بيبقى في مردود كبير لينا احنا اقتصادي، بالتاكيد ان شاء الله هيبقى يتعاظم في المرحله اللي جايه. وفي الاتحاد الافريقي هو المستفيد الاول، لانه كل طلباته مجابه وبيلقى في نوع من انواع الاقبال الشديد والتغطيه الاعلاميه الضخمه من مش من مصر بس، من كل وسائل العالم اللي بتيجي مصر عشان تغطي الاحداث دي. بل بالعكس كمان مصر بتعلي ايمج المسابقات والحفل الخاص بالاتحاد الافريقي. بالظبط. يعني جرى العرف خلال السنوات السابقه على الاقل جوائز الافضل في الكاف في قاعات في فنادق اقامه او في فنادق فخمه، فبتبقى امور معروفه. لكن مصر ذهبت في مرحله ان عملت القرعه، قرعه ام افريقيا تحت سفح الاهرامات، عملت حفل الجوائز الافضل للاتحاد الافريقي في منطقه سياحيه وعلى بحر البحر الاحمر وفي منطقه كانت غير طبيعيه. وغير كده كمان قبلها بيومين كان في استضافه اساطير العالم في كرة القدم في الأهرامات، منطقة الأهرامات، ومباراة في يعني مباراة بين أساطير كرة القدم والحاجات دي ونجوم عالم كلهم. ما كانش حد يحلم أنه هو الكلام ده ممكن يتعمل لا في جنوب أفريقيا ولا في غانا ولا في السنغال ولا الكلام من ده، ما اتعملش. كان مجرد سياحة واقتصاد وأمن ورياضة وأمن وأمان وشعب محب للناس وبيرحب بيهم ترحيب كويس جدا جدا. يعني بالتأكيد الاتحاد الأفريقي مش هيلقى ده عصره الذهبي، يعتبر انه في تعاون بهذا الشكل وبهذه الصوره وبهذه الكيفيه، بالتاكيد هو في اسعد ايامه. اكيد ده ممكن يدي فرصه لجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا ان يعمل نفس الحدث ده في مصر الفتره الجايه. هو الراجل انا لا اشك لحظه انه ممكن جدا يقدم على هذه الخطوه، وممكن جدا يبقى فيه ترتيبات تبدا تتسارع من دلوقتي انه هو يعمل الحاجه دي في مصر، احسن لاعب في العالم تبقى موجوده في مصر، ان لم يكن العام القادم العام اللي بعد منه في بالتاكيد بالتاكيد هيحطه في الاجنده ويبقى فيه حاجه زي كده، لانه ما صدر منه من تصريحات مش بعد الحفل، لا من بعد كاس امم افريقيا جاني انفانتينو تقصد؟ طبعا مصادر منه من تصريحات متتاليه، وسواء ما نشر في الصحف مباشره وعلى وسائل الاعلام مباشره وما نشر على موقع الاتحاد الدولي، بيؤكد ان الراجل ده زي ما يكون عايز يقول انا مصري. لانه الكلام اللي قاله وانا بدعو كل نجوم العالم وبدعو كل الناس المحبه يعني المحبة للحياة ان تيجي تزور مصر، واللي ما زارش مصر المحبة المحبة للطبيعة بكل حاجة، يعني بيقول لك اللي ما زارش مصر يعني انا بدعو انه يجي يزوره، واللي هيزورها هيزورها تاني، يعني معنى ذلك يعني ولا اجدع وزير سياحة لمصر في تاريخها بالتأكيد. يعني فاعتقد
اعتقد انه ممكن جدا هتبقى في اجنده الاتحاد الدولي لكره القدم قصه ان مصر تنظم حدث زي كده او تنظم او اي حاجه احنا، بس احنا نطلب بمعنى صح احنا نتحرك. اكيد في خطوات لازم بعد الحادث ولازم نتحرك مع الراجل ده، هو شاف امكانياتنا وشاف قدراتنا وعارف انه ممكن اي حدث بينظم بينجح، فلو احنا طلبنا في مسانده وكده وحاجات زي كده الدوله المصريه قادره ان هي تستضيف كل حاجه. طيب على مستوى الجوائز الاعلام الرياضي او النقاد الرياضي وحضرتك بالتاكيد كمدير تحرير اخبار رياضه ومتابع لشان اتحاد الكره المصري تحديدا، رصدت ازاي فكره توزيع الجوائز؟ يعني جائزه افضل لاعب في افريقيا فاز بيها اللاعب السنغالي ساديو ماني، وكل خبراء التحليل والنقاد الرياضيين وحتى النقاد الكوره او حتى المدربين اجمعوا على ان ساديو ماني استحقها عام 2019. تحليلك لهذه الجائزه غياب صلاح لو عندك معلومه، لان احنا برضو بنبحث عن المعلومة الصادقة في هذا الأمر. أولا عايزين نقول يعني الناس كلها تقريبا فاهمة كورة والناس كلها متابعة الحدث ومتابعة محمد صلاح ومتابعة ساديو ماني ومتابعة إنجازات ده وإنجازات ده وعارفين كل الكلام ده كله يعني يعني التحاليل في الوقت ده ساديو نافس صلاح على الجائزة في الموسم الماضي أو في العام الماضي تمام، وهو كان منافس برضو الاول له هذا العام. بس لو جيت تبص للكفتين متساويتين او متوازنتين بالتاكيد كف صلاح وماني، لكن نقدر نقول انه اللي رجح كفه ماني ان هو منتخب بلاده قاد منتخب بلاده للمباراه النهائيه، فيما بينما محمد صلاح خرجنا من الدور من دور ال 16، فشيء طبيعي جدا جدا العادل والنقاد والكل هيقول ان ماني هو افضل من صلاح في الحته دي، دي نقطه، دي مجرد تصويت كام صوت بتفرق، واخد بال حضرتك؟ يستحقها ماني، محمد صلاح يستحق المركز الثاني عادي جدا جدا. قصه عدم حضوره للحدث هي دي اللي أثارت كل هذا اللغط اللي موجود. كان ممكن جدا الحفل يبقى جميل وشيك وزي الفل وتمام التمام وكل الناس روح الرياضية موجودة وما يبقاش التعليقات تنصرف إلى كلمات النفسنة وكذا وكذا والحاجات دي كلها، وهي مش موجودة أصلا، مش موجودة مش موجودة بين صلاح وماني خالص نهائيا على هذه النقطة مش موجودة. ليه؟ وبالتأكيد قبل ما يجي ماني قبل ما يجي بالتاكيد صلاح قال له انا مش هاجي الحفله عشان خاطر كيت وكيت 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 وعشان خاطر كذا، خلصت واخد بال حضرتك؟ وهو الولد او النجم الكبير السنغالي المحترم تفهم هذا الموضوع وما تطرقش اليه تمام. اما لماذا لم يحضر صلاح فدي احنا برضو مش عايزين نعمل فيها ان احنا مش عارفين حاجه او احنا ده موضوع غامض، لا ده فيه ده صلاح بيتكبر او مغرور او الكلام من ده كله او اتغر او كذا، الحاجات دي كلها ما يصحش ان احنا نرددها اولا لا في اعلام ولا في كده، لازم ننصف الموضوع كل ما في الامر. انا على اعتقادي وليست معلومه مؤكده ان هناك خلافات سابقه بين صلاح وبين الاتحاد السابق لكرة القدم، يعني دي معلومات حضرتك رصدتها في كتابة تقاريرك عن هذا الموضوع بالتأكيد وعن هذه الجائزة بالتأكيد إن على مدار السنة اللي فاتت دي كلها كان هناك وحتى من بعد كأس العالم كان هناك خلاف بين محمد صلاح وبين اتحاد كرة القدم السابق دي نمرة واحد، فشيء طبيعي جدا الخلاف ده ممتد وليس مع اتحاد كرة القدم وليس مع منتخب مصر، وحتى ياما كان في نوع من انواع الشد والجذب والكلام من ده كان برضو بسبب هذا الخلاف السابق وليس وليس الاتحاد الحالي. طيب من خلال متابعتك وقربك من اللاعبين المنتخب الوطني واللاعبين المحترفين وتغطيتك لهذا الملف تحديدا خلال السنوات الاخيره سواء لما كان موجود صلاح او حتى قبل كده، هل لو في خلافات ممكن يكون سبب جوهري للغياب عن الحفل؟ انا بحاول قدر الامكان بس يعني اخد من حضرتك قدر الامكان لو في معلومات في هذا الموضوع. طبعا هو 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 يعني الخلافات الموجوده بين اعضاء الاتحاد كلهم ورئيس الاتحاد السابق وصلاح. اذا كانت خلافات واختلافات
مش هنقول مش هنقول ان هي سطحيه ولا جوهريه، لا ده جوهريه بمعنى صح. كان في خلافات على حقوق الرعايه، وكان في خلافات على حضور المؤتمرات الصحفيه، وكان في خلافات في مش عارف ايه، كل الخلافات دي كلها كتيره جدا، واخرها كان عدم التصويت، واخرها او نتيجه كل ده اثمر انه عدم التصويت لصلاح من جانب اتحاد كره القدم مهما كانت المبررات بعديها والاعلانات والحاجات دي كلها، ومحدش اقتنع بيها اصلا يعني. فالخلافات موجوده والاختلافات جوهريه موجوده، فشيء طبيعي ان النهارده هو يعلم تمام العلم انه رئيس الاتحاد السابق هيكون حاضر الحفل، وهو اللي منظم تقريبا الحفل، هو اللي عامل كل الترتيبات دي كلها، وعشان كده ما رضيش يجي عشان خاطر برضو نوع من انواع عزه وعزه نفسي منعاني زي ما بيقولوا. طيب لذلك احنا في الملف ده تحديدا ما بنحبش نبني راي طالما المعلومه ما بتبقاش واضحه، لذلك طبعا بنحاول قدر الامكان نستفيد بوجود الاعلاميين والنقاد الرياضيين عشان نسمع منهم المعلومات، مش هقول الاراء لا، المعلومات تحديدا في هذا الملف، لان احنا في النهايه احنا بنتكلم عن اسم ونجم كبير جدا زي محمد صلاح، ممكن نوصل لمرحله العتاب في عدم الحضور للحدث او الايفنت بيتنظم في مصر، لكن التفاصيل الداخليه اكيد طبعا مش هنبني راي الا ما يكون في معلومه رسميه سواء من صلاح او من الاتحاد سواء الحالي او السابق يبين ايه هذا الموضوع وايه كيفيته. طيب الاتحاد الافريقي خد قرار او عمل جائزه تقديريه للاتحاد المصري، حضرتك ليك وجهه نظر او معلومه او راي في هذا الموضوع، ممكن برضه نشرحها للناس لان حصل التباس كثير جدا في هذا الملف مع الناس خلال الساعات اللي فاتت. جميل قوي. هو الاتحاد الافريقي شعر ان مصر قدمت اقصى ما يمكن من جهد عشان خاطر نجاح البطولتين الافريقيتين اللي اتعملوا على ارض مصر. تمام؟ و يعني لما يحب يطلع او لما يحب يقدر هذا العمل هيعمل ايه؟ حاجة من اتنين، لإما يمنح جائزة من الجوائز الكبيرة لحد من مصر، وطبعا دي خرجت خلاص بالتصويت والكلام من ده وصلاح ما خدهاش عشان يقدر مصر، لإما إن هو يمنح جائزة للحدث نفسه ما ينفعش ان هو يهديها للحكومه المصريه عشان ده مؤسسه خاصه رياضيه ما لهاش علاقه بالحكومات والكلام من ده، وما ينفعش ان انت تديها جايزه، دي حاجه تانية. فاستحدثوا الجايزه اللي هي خاصه بالاتحاد، افضل اتحاد لكره القدم كده. كان هناك يقال، ودي معلومه وليست اجتهاد وليست راي، كانت هناك نيه انه يبقى في جايزه مستحدثه باسم شخصيه العامل الرياضي. وكان من المفترض أن تكون هذه الشخصية هو المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق وعضو اللجنة التنفيذية الدولي. تمام، ولكن تراجعوا في آخر الأمر عشان خاطر اللغط اللي موجود حول قصة إقالة أو استقالة كابتن هاني أبو ريدة من الاتحاد وكلام منها، وقال لك إن احنا نديها لاتحاد كرة القدم المصري تقديرا لما قدموا على صدافة هذه الأحداث لما قدمه من تنظيم الأحداث دي كلها ورعايته وإشرافه. يعني إحنا في الأول والآخر ما خدناش جايزة عن الكورة، لا خدنا جايزة عن جهد الدولة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، ثلاث أحداث كبار. تمام. في زمن قياسي، فإحنا خدنا الجايزة باسم الدولة المصرية وإن كان تسلمها المهندس هاني أبو ريدة. البعض كان بيفضل أن الذي يتسلم الجايزة ممثل الشخصي الاتحاد كرة القدم اللي هو السيد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة الخماسية المؤقتة وليس المهندس هاني أبو ريدة. ومع ذلك البعض بيرد على هذا الكلام، وما المهندس هاني أبو ريدة أصلا ما هو عضو في الاتحاد المصري لكرة القدم بحكم موقعه في المكتب التنفيذ الاتحاد الدولي، ده حكم اللائحة والقانون فعلا حسب اللائحة. فما هو مش هو غريب على الاتحاد المصري لكرة القدم، لا ده هو ما زال عضو فاعل فيه وعادي جدا بحكم هو فعلا دي نقطة مهمة استاذ محمد ذكرتها. في نقطة يا جماعة في لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري إلى أن يطرأ تعديله وتحذف هذه المادة إذا ما كانتش موجودة، بس فعلا طبقا للائحة أي عضو مكتب تنفيذي أو أي شخص موجود في منصب دولي للعبة نفسها بيكون عضو بالتبعية في الاتحاد المحلي، ده موجود في الاتحاد المصري لكرة القدم. فطالما المهندس هاني أبو ريدة عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فهو موجود كعضو في الاتحاد المصري لما بيكون بقى في مجلس إدارة أو لما بيكون في لجنة أو إدارة للاتحاد في الفترة السابقة أو حتى في الفترة القادمة. وإحنا يعني عايزين نقفل الموضوع ده نقول أن الذي نال جائزة
التقديريه المحترمه دي هي جهود الناس اللي تعبت ونظمت امم افريقيا ونظمت امم افريقيا للشباب ونظمت الحفل ونظمت كل الاحداث الرياضيه الكويسه دي، وان جائزه هي جائزه للدوله المصريه على حسن ادارتها للاحتفاليات الرياضيه اللي حصلت على ارض مصر. طيب ده كان ملف مهم جدا لازم نتكلم فيه، لانه كان خلاص حفله مهمه جدا كانت فيها متابعه بالملايين عبر شاشات التلفزيون، وبالتاكيد ده يعني كنا سعداء جدا باستضافه هذا الحدث الافريقي في مصر. انتقل لملف اخر وهو متعلق بالكره الافريقيه، خاصه احنا هنتكلم على مباراه بلاتينيوم والاهلي ان شاء الله يوم السبت الساعه 3 العصر، مباراه في الجوله الرابعه للبطوله الافريقيه. حكم المباراه حكم من الكونغو. تمام. ورصدت هذه المساله خلال الفتره الاخيره من بعد ازمه مباراه النجم الساحلي والاهلي، ابتدى الاتحاد الافريقي يدفع ببعض الوجوه الشابه صغيره السن الحديثه في القائمه الدوليه. حكم في القائمه الدوليه من سنتين، من سنه، من ثلاث سنين، ده حصل في مباراه الذهاب في الجوله الثالثه مع فريق بلاتينيوم على استاد السلام، وايضا كمان في المباراه القادمه حكم من الكونغو دولي منذ عامين من 2017. جميل. هو بالتاكيد الاتحاد الافريقي بيعاني زي ما احنا بنعاني برضه في مصر من قصه الحكام على مدار السنوات الماضيه، وبالتاكيد ان في كان في نوع من انواع يعني مراكز القوى من الحكام الكبار القدماء اللي هم ممكن يصغيروا بطوله ويحولوا اتجاهها لاي ناحيه ثانيه، فادرك الاتحاد الافريقي هذا الامر فبدا يجدد في حكامه، معنى صح يجيب وجوه شابه، يجيب وجوه جديده، يجيب ينزل بالسن شويه عشان ما يبقاش فيه الشكوى المره من الحكام الدوليين الكبار اللي هم يديلهم 10 سنين بيديروا مباريات ومنهم بيسبب ازمات ومنهم من يتقاضى يعني حاجات تانية، واخد بال حضرتك؟ فده ده اللي خلى الكلمه دي كلمه تقيله قوي. لا تقيله ليه؟ ده هو الاتحاد الافريقي واقف اكتر من خمس ست حاجات استبعدهم. حضرتك تقصد انا بس كان لازم قوي بس اعمل نقطه هنا على الجزئيه دي، حضرتك تقصد حتى الاتحاد الافريقي اعلن ده ووقف مجموعه من الشطبوا وشطبوا وخلاص وكلامين ده ومنهم الحكم بتاع مباراه الاهلي والترجي. لا عشان اوضحها للناس، لا لا تقصد المجموعه اللي الاتحاد الافريقي اقصاها قبل كده. الاتحاد الافريقي شطبها خالص يعني، ومن نوع حكام كبار يعني ما يعني ليس سر مباراه الترجي والاهلي. ايوه بتاع بتاع ايد نرامو يعني بالزبط. شيء طبيعي يعني معروفه يعني حاجات معروفه كلها، فهم حكام كانوا مرتشين وتسببوا في تحويل بطولات عن مسارها الطبيعي، فشيء طبيعي تخلص منهم الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي النهارده بيعيد بناء جيل جديد من الحكام مع بس بالتدريج. بالتدريج يعني ايه؟ يعني اولا يمكن طبعا انه الحكم الخاص بمباراه النجم والاهلي بوندو اللي كان تسبب في الكارثه طبعا ده استبعد من هذه الجوله، وما مش هيحكم هذه الجوله عقابا له على اللي حصل في ماتش النجم والاهلي. هو فعلا صح، من بعد مباراه النجم والاهلي هو بقاله اكتر من ثلاث جولات بعيد عن اداره اي مباراه يعني معنى ذلك ان هو لا اما موقوف لا اما مستبعد لا اما واخد عقوبه. المهم انت في معلومات في الملف ده، دي معلومات معلومه والمتتبع لاسماء حكام الاطقم التحكيميه كلها في كاس الاتحاد وكاس ودوري الابطال الافريقيه مش هيلاقي اسم موجود، فشيء طبيعي لما الاتحاد الافريقي يكتشف ان في خطا وفي كذا وفي كذا، والا ما كانش بعت للاهلي جوا خطاب وقال له يعني احنا هنتدارك وايه المشاكل اللي حصلت، هنتدارك كل المشاكل دي كلها لانه في مكان في مشاكل حصلت. ده هو الخطاب انا قلتها قبل كده، الخطاب احدث تاثير كبير جدا ونور لمبه حمراء في البطوله الافريقيه السنه دي، عشان الناس افتكرت بعد دوري ابطال افريقيا الاخير ان كاس الامم مرت بسلام فالتحكيم استعاد هيبته من جديد. لا، جت مباراه النجم الساحلي والاهلي وكانت زي ما يكون الحجر اللي ارميه في المياه الراقده عشان الناس تاخد بالها، لا لسه الازمه موجوده يا جماعه. بالظبط بالظبط. فيعني شيء محمود من الاتحاد الافريقي ان هو يغير ويبدا الاتحاد الافريقي ان هو يغير في حكامه ويبدا يعني يدفع بالعناصر الشابه دي، وطبعا ده بيستتبع ان احنا برضه نهتم بحكامنا عشان يبقى في منهم من يتم الدفع بيه في مباراه افريقيا. بس هرجع للنقطه دي تاني عشان مهمه جدا الناس برضه تبقى مركزه معانا، لان الاهلي كان عمل شكوى والاتحاد الافريقي بعت للاهلي ردا على الشكوى، والاهلي بعد كده ارسل المواد القانونيه او الخلاف القانوني اللي حصل في المباراه من الاخطاء التحكيميه واخطاء تانيه اخرى بالتاكيد كانت واضحه قوي وظاهره للجميع. واضح حضرتك رصدت الجولات السابقه من بعد الجوله الاولى، الجوله الثانيه جوشوا بوندو ما كانش موجود، الجوله الثالثه
ما كانش موجود. بنشوف في الجوله الرابعه والمباريات اللي احنا شفناها لغايه اللحظه دي دلوقتي ما فيش من الاسماء اللي اعلنت لمباراه الاهلي والزمالك والهلال السوداني والحاجات مش موجود اسمه مش معلن مش معلن. ثلاث جولات بعيد بيبقى فيه توجه ان حكم اخطا لازم ياخد عقابه او يبقى فيه موقف معاه. هيبقى بالتاكيد خد عقوبه يعني مفيش حاجه اسمها استبعاد. يعني استبعاد يعني ايه استبعاد؟ ما فيش حاجه اسمها استبعاد. هي الاستبعاد في حد ذاته عقوبه لكن هي اسمها عقوبه الايقاف شهر 2 3 4 5 بس ما بيعلنش طبعا بالتاكيد. وده دور النادي الاهلي ودور الاداره الفتره الاخيره ان هي حريصه قوي على الحفاظ على حقوق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه لان الاخطاء السابقه اللي حصلت في البطولات الافريقيه لا ما خلاص بقى لازم تبقى حاطط عينك وسط راسك وعلى طول وما فيش ما فيش نوع اي تفويت لاي هفوه او اي اخطاء لابد ان احنا نواجه. مش الاهلي بس اللي يواجه مفترض ان الزمالك برضو اذا ما حدث كل الانديه بتتعرض نحن هنسند المباريات الدوليه المباريات القادمه لانديتكم ولحكام دوليين يعني ده من ضمن النتائج الاجتماع النهارده ضمن نتائج الاجتماع او حكام دوليين هيكونوا موجودين في الفتره الجايه لكل المباريات مش صغيرين يتدربوا عندكم يعني معنى اصح هنصحح هنبدا نصحح بس احنا يعني انا وحضرتك والناس طب اصحح ازاي وانت عندك كلهم 7 حكام دوليين هتخليهم دايرين زي النحل على كل مباريات انت عندك في الاسبوع 9 مباريات هتجيب حكام دوليين ازاي بقى عشان خاطر ترضي كل الناس واخد بال حضرتك هيبقى في صعوبه تطبيق نفسه في تطبيق الفكره في تطبيق ان انت تحط حكام دوليين جاهزين. طب نفترض حد مسافر منهم بيحكم بره او حد عنده معسكر او حد عنده اصابه او حد عنده شويه برد او كلام من ده هتجيب منين؟ ما انت ما تلتزم يبقى لازم تعمل يعني الحل كان في حاجتين. الحل موجود في حاجتين اما الاسراع بتطبيق تقنيه الفار واما المحاضرات والمكثفة ودورات المكثفة للحكام أثناء المباراة وشغالة عشان خاطر تقدر ترتقي بمستواهم وتصحح لهم أخطائهم أول بأول. فطبعا ده ما حصلش المحاضرات والكلامين ده موقوفة ما فيش اما يتوقف الدوري نبقى نعمل مشكلة حتى يقف الدوري الدوري كان له مستمر او الدوري مستمر مش هيتوقف هو مش هيتوقف الا في مارس اسبوع ولا 10 ايام عشان منتخبات فانت هتفضل تتكرر الاخطاء دي لغاية نص الدور الثاني مثلا ولا ايه بالظبط ولا لغاية مثلا تقنية البار حتى الان الغموض يجتاح هذا الموضوع. طب على حضرتك المعلومات اللي اتقالت اتفضل بشكل رسمي من الاتحاد اتفضل وده حتى من خلال الكابتن محمد فضل عضو اللجنه اللي طلع قال الكلام ده قال ان كان اكتر من حوالي 12 13 شركه عندنا عروض ان هي تطبق التقنيه الفتره الجايه من خلال معداتها واجهزتها. تم الاستقرار على 3 شركات بيتم الاختيار ما بينهم خلال الفتره الجايه بالتنسيق وبالتوافق مع وزاره الشباب والرياضه. تمام. الشركات منهم شركه نفذت التقنيه في كاس الامم الافريقيه في مصر، شركه بتنفذ التقنيه في الدوري الانجليزي ودي بالتاكيد فيها تفاصيل كتير لان الاتحاد الدولي ومجلس الاتحاد الدولي اعترض على بعض التفاصيل والمعايير اللي اتطبقت، وشركه اخرى بتنفذ التقنيه في دوري ابطال اوروبا. ده جزئيه متعلقه بالامور الفنيه. المعدات هتوصل مصر على مراحل. المرحله الاولى في اجهزه وصلت حسب تصريح الكابتن محمد فضل النهارده، في بعض الاجهزه وصلت النهارده. طيب هل الامور المتعلقه بتطبيق التقنيه يا استاذ محمد بقى ودي المعلومات اللي اتقالت ووعدوا النهارده حتى في الاجتماع الانديه ان تطبيق التقنيه هيتم من بدايه الدور الثاني، لكن من خلال كل هذه المعطيات هل التقنيه بالفعل ستطبق من الدور الثاني اللي هو بالظبط بعد شهر ونص ولا هناك استحاله وصعوبه طبقا للمعايير والامور الفنيه اللي بيطلبها الاتحاد الدولي في هذا الملف؟ بالتاكيد في صعوبه بالغه ان تطبق في الدور الثاني. صعوبه بالغه؟ بالغه، لان انت النهارده محتاج ان انت تدرب كل الناس دي كلها على التقنيه نفسها، فلازم تاخدهم للمباريات. التدريب الناجح العملي اللي بيضمن ليك ان مفيش اخطاء ترتكب اثناء تطبيق التجربه يحتاج من 6 إلى 8 شهور طبقا عشان تاخد الرخصه. لا الرخصه دي حاجه تانية. رخصه الحكم نفسها دي مش مشكله. انت ممكن تدي الحكام المرشحين ممكن تديهم دوره مكثفه عشان خاطر يروحوا وياخدوا الرخصه بتاعتهم مفيش مشكله. لكن ده انت في اطقم كامله بتشتغل على التقنيه. الاطقم دي محدش يعرف عنها حاجه ومحدش اختارهم لسه ولا حد عملهم. فهل من الممكن في شهر ونص تقدر تعمل اطقم
وتقدر تدربهم وتقدر تاخد الرخص بتاع الحكام اللي هم احنا عندنا زي ما حضرتك عارف عندنا حكمين فقط لا غير هم المعتمدين من الاتحاد الدولي ان هم محمود ابو الرجال وجهاد جريشه تمام فانت محتاج ان انت على الاقل 6 حكام تاني عشان خاطر يطبقوا يبقى يشغلوا القصه دي كلها ده هم على الاقل موجودين في الغرفه ما يكون موجودين فانت هل الشهر ونص ده يكفي إذا كانت اتحلت المشكلة الأولانية بتاعة العطاءات والشركات ورست وما رستش والأجهزة والكلام من ده الأمور المالية أمور كلها سهلة أمور سهلة لأن أنت في الآخر بتحل بيها أزمة ومشكلة عويصة كبيرة جدا جدا لكن هل أنت تتسرع وتطبق التقنية وبعدين تيجي تحصل جناية في ماتش من ماتشات أنه برضو لا فار نافع ولا دولي نافع ولا أنا قايل منه بقى فكرة التسرع في تطبيق هذا الإجراء القانوني المهم جدا لأن بروتوكول تقنية الفار ده جزء من قانون اللعبة بالزبط. لو أنت أخليت بشيء متعلق بقانون اللعبة أنت بتدمر المسابقة وبتضربها في مقتل خلاص وهتبقى سمعتك وحشة كمان مش هتقدر وسمعة مسابقتك كلها لأن هتبقى فيه أخطاء أكتر يعني أنت بتقول ده العنصر البشري أخطأ في الحكم اللي أصدر قرار عشان خاطر وجل من لا يسهو الحاجات اللي احنا بنقولها دي طب وما تقنية بقى إلكترونية تكنولوجية متقدمة وتخطئ بقى في تفسير الحاجات بتاعتها أو في تشغيلها أو في كذا أو في كذا مشكلة كبيرة هتبقى كارثة مش مشكلة كبيرة خاصة ان انت هتبص كل ماتش كل واحد يقول لك ايه عايزين الفار يلا ارجع عايزين مش عارف ايه كل واحد حتى هتلقى المدربين بره هيشخطوا في الحكم اللي جوه ويقول له عايزين الفار ويجي الفار بعد كده القرار مش في صالحهم وهو في صالحهم يعمل مشكله كبيره جدا هي المعايير والتدريب فانت في كتير جدا لازم الناس تشتغل عليها انت اللي يجب على اتحاد الكره ان يكون لديه الشفافيه الكامله ودقيق ويقول يا جماعه احنا الموضوع كذا وكذا وكذا نتعجل في تطبيق التجربه وتفشل ولا ننتظر حتى الموسم الجديد وتنجح ويبقى ونبدا موسم على نظيف واحنا نرتقي بحكامنا خلال الفتره المرحله اللي جايه دي ايهما افضل انا معايا خبر مكتوب فيه ان وزاره الرياضه وافقت على تطبيق تقنيه الفار من الدور الثاني بالدوري بحسب ما اعلنه طبعا مسؤول اتحاد الكوره ان هم تلقوا موافقه رسميه على اتمام التعاقد مع احدى الشركات الاسبانيه شايفها خطوه كويسه ان التعاقد مع الشركه اللي هتجيب الاجهزه هو اصلا يعني برضو يعني هي وزاره الشباب اصلا يعني هي بتدعم اي شيء يجنب تطوير يجنب اللعبه المشاكل والحاجات دي كلها والازمات شيء طبيعي فياما تديهم موافقه انا موافق خلاص اعمل اجراءاتك الماليه وهات التقنيه انت عايز احنا موافقين مفيش مشكله اصل احنا في الاول والاخر لا اما هيبقى في دعم من وزاره الشباب ويعني من الدوله المصريه للاتحاد الكوره عشان خاطر التقنيه لا اما يبقى في موافقه مجرد موافقه على المبدا نفسه ان انت تطبق عادي الاثنين ما فيهوش اي مشكله وما فيهمش جريمه لا بالعكس ده هو وزاره الشباب بتقول لهم الحجه الموافقه لا انا موافق يا سيدي يلا اعمل شغلك هو الاهم في الشغل المالي سهل وبسيط الشغل المالي سهل زي حضرتك الشغل الفني لان انت في الاول الفني. والاخر بتعمل مناقصه او مش عارف ايه عروض وثلاث عروض واربع عروض واجراءات دي كلها بسيطة. اجراءات ماليه سهله وبسيطه وممكن اي حد يعملها مفيش مشكله والموافقه من الحكومه ماشي وكيل الحكومه وزير الشباب موافق على التقنيه مفيش مشكله خالص يعني لان هي ده اصبحت ضروريه وليست ترفيهيه او ليست يعني وجاهه المهم بس اجراءاتها تتم صح وتنفيذها يكون اوف لاين قبل ما يبقى اون لاين عشان الناس الاول تتعلم وتتدرب على معاييرها وبعد كده تطبق اون لاين لان الاتحاد المغربي الدور الاول شغالين فيه لغايه دلوقتي بتطبق فيه التقنيه اوف لاين وبدايه من اول فبراير هتبقى التقنيه اون لاين الاتحاد الانجليزي مرن التقنيه على كل عناصر اللعبه سيزون كامل موسم كامل احنا حاسس ان احنا بنعمل الملف ده كله عايزين ننجزه في شهر ونص انت عارف وهي هتبقى مشكله كبيره في الامارات اضافوا كل المنظومه اللي بتتدرب على المحللين والصحفيين الراغبين ياخدوا دورات في دوله الامارات ياخدوا دورات على تقنيه الفيديو نفسها عشان خاطر ما حدش الصحفيين والمحللين عشان ما حدش يجي يبتكر حاجه ويطلع على الشاشه ويبتكر حاجه ويعمل لغط ويعمل لغط وكلام من ده يبقى فاهم هو بيقول ايه
خد دوره زيه زي الحكم، بيقول لك ده بيشتغل ازاي وده بيعمل ازاي وده كذا وده كذا. ممكن نعمل ده في مصر؟ ده انا لا انا طالبت الكابتن جمال الغندور في لقاء معاه من اكتر من شهر او شهر ونص، قلت له الفار هيطبق؟ لا، قال ان شاء الله هيطبق ان شاء الله على بدايه الدور الثاني ان شاء الله. ده الكلام ده واخد بال حضرتك؟ وقلت له يا ريت وانت بتعمل الاطقم وتعمل دورات تدريبيه تفتكر ان انت تفتح الباب امام بعض المحللين في الفضائيات والصحفيين والنقاد الرياضيين عشان خاطر يفهموا القصه، ما يصدروش رساله سلبيه كمان للجمهور والجمهور يبقى سوشيال ميديا وتبقى قضيه. هو قال ده انا موافق جدا جدا، وبس يبقى في جهه معينه ما تخاطبني. قلت له رابطه النقاد الرياضيين ممكن تخاطبك، رابطه النقاد نقابه الصحفيين على حسب الاعلام نقابه الاعلاميين مفيش مشكله، الرياضيين مفيش عادي يعني بالزبط. قال عشان وانا افتح الباب ويخشوا وياخدوا دورات مع الناس اللي اتدربوا. كابتن جمال غندور نجح بنسبه كام في اداره اللجنه والحكام في الفتره الحاليه؟ لا احنا طول طالما هناك مشاكل وازمات يبقى مفيش نسبه نجاح الكبيره طبعا. ياما الموسم يطلع كله موسم نظيف بدون شكوى بدون بيانات احتجاج بدون يعني اعتراضات بدون مشاكل بدون قرارات خاطئه نقول نجح، لكن هو الراجل انا بعذره لان هو جاي بيرتب الاوضاع من اول وجديد. ترتيب الاوضاع ده بياخد وقت وبيحاول يطلع جيل تاني، وعشان كده بيتسرع في الدفع بعدد من الحكام الصغيرين او الوجوه الجديده او الدماء الجديده، عشان كده ما نقدرش نحكم على انه نجح او لم ينجح، لازم ياخد فرصته بالكامل ولازم يطبق المنظومه اللي هو عايز ينزل ولازم يتابعها بنفسه، يعني ما يتركش الامور للجنه الفنيه انها بتشتغل. اللجنه الفنيه لها صلاحيات وتصلح اخطاء الحكام وتحاكم وتحاسب وبتاع، بس لازم بمتابعه واشراف دقيق منه. تمام اوكي. طيب ملف اخر وفي الجزء الاخير من الحلقه بتكلم مع حضرتك فيه مباراه بلاتينيوم والاهلي، وده شيء بيهمنا كلنا وبيهم جماهير النادي الاهلي، وحبيت اختم بيه كلامي لان بالتاكيد كلنا حرص بشكل كبير جدا على اهميه هذه المباراه والثلاث نقاط، لان اتضع الاهلي في صداره المجموعه قبل مواجهه النجم الساحلي. لا ده مش هتضع الاهلي في صداره المجموعه فقط لا غير، ده بتضمن الى حد كبير تاهل الاهلي لدور الثمانيه، لانه هي مباراه بس بنسبه مفصليه. لا مش بنسبه، لان لسه النجم جاي لك. لا ما مش بنسبه، يعني مش بنسبه، انت هيبقى عندك 9 نقاط هيبقى عندك 9 نقاط وعندك مباراه النجم جاي لك على ارضك وعندك مباراه نجم ورايح السودان في الاخر، وانت هتروح الهلال السوداني في الاخر، فلو عملتها حسابيا هتلقى ممكن جدا ان الهلال يتعادل مع السوداني مع النجم هناك، يبقى كل واحد بقى 7 نقاط، لو الهلال فاز بقى 9 والنجم بقى 6. فوز الهلال على النجم وفوز الاهلي على بلاتينيوم الجوله الخامسه اللي قبل الاخيره هتحسم المجموعه بشكل رسمي، هتحسمها بالتاكيد وهتحسمها لصالح ان شاء الله باذن الله الاهلي والهلال. فالمباراه صعبه لانه الاهلي لا بديل امامه عن الفوز، ونمرة 2 لابد هو بيفوز يحط في حساباته انه هو يفوز باكتر من هدف كمان عشان تحسبا لو حصل تساوي في النقاط، تساوي النقاط ولا حاجه يبقى الصداره بتاعت المجموعه تختلف عن ان انت تبقى في مركز ثاني. ده شيء داخل حاجه تحسبا لو كمان تساوي في المواجهات المباشره. المباره برضو مش بسهوله اللي احنا متصورينها، لا يعني نتيجه شكل المباراه ممكن يكون اصعب من المباراه الاولى. المباراه الاولى انتهت 2-0 الاهلي. طبعا هي تبقى شكلها مختلف، هتبقى مختلفه وصعبه. هتبقى صعبه ليه؟ لان الفريق المنافس ما عندوش ولا نقطه، ما عندوش حاجه يبكي عليها، وممكن جدا يتهور ويلعب مش عارف ايه ويبقى مش هيبقى متحفظ زي ما كان هنا في مصر. فشيء طبيعي هتبقى في يعني ضغوط على لعيبه الاهلي كمان اكتر من المباراه الاولى. المباراه الاولى على ارضك والاهلي يعني مستريح نفسيا وكده كويس وضامن النتيجه، فعشان كده فاز. لكن هناك هتبقى الوضع مختلف، في ضغوط على لعيبه الاهلي ان انتوا لازم تفوزوا، فالضغوط دي ممكن جدا تخلي المباراه صعبه على الاهلي شويه. طيب ممكن البعض يقول لك لا ممكن تكون في وجهه نظر ثانيه. الاهلي في الدوري ماشي بشكل كويس، عامل 10 انتصارات متتاليه ب 30 نقطه ورقم جيد جدا في المسابقه المحليه. فايلر ليه فلسفه في المباريات سواء المحليه والافريقيه، وفلسفته واحده وان هو ما بيحبش يلجا للدفاع وبيلعب كره حلوه سواء في افريقيا او في مصر. طيب في افريقيا بره مصر مواجهته مع غينيا الاستوائيه وبطل غينيا في الدور 32 عمل نتيجه كويسه مع النجم الساحلي، لولا الخطا التحكيمي كان الاهلي ممكن يعمل شكل كويس. الناس شايفه ان مباراه البلاتينيوم هتبقى فرصه كويسه لفايلر مع الاهلي يعمل فيها شكل جيد يعبر بيه عن نفسه وعن امكانيات الفريق في التوقيت الحالي في البطوله الافريقيه. هو احنا زي قلنا ان فايلر لغايه دلوقتي لعب تقريبا 14 مباراه
هزم في هزيمه واحده. هو 10 محلي، 10 محلي سوبر 11 ولعب حوالي 5 افريقيا، 3 4 ودي الخمسه اللي جايه. يعني يعني 14 16 مباراه بيتكلم غير السوبر طبعا. غير السوبر المحلي عدد كويس في البدايه، يعني عدد يعني 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 لما يلعب 15 16 مباراه ويخسر مباراه واحده ومفيش اي نوع من انواع التعادل خالص، الحمد لله، فده نتيجه مطمئنه للغايه. لكن احنا الكوره ملهاش كبير، الكوره ملهاش كبير في هذا التوقيت بالذات، عنق الزجاجه والمباريات المفصليه اللي زي مباراه بلاتينيوم دي ما ينفعش فيها ان احنا نبقى مطمنين او حاطين في بطن بطيخه صيفي. نطمن على ان فرقتنا كويسه وادائها كويس ونقدر نقول ان هي ماشيه كويس جدا، وبس احيانا بيبقى المدير الفني نازل بفكر معين في الشوط الاول، الفكر ده ما بينفعش والمباراه بتتعقرب منه ويجي يصلح في الشوط الثاني، اي نعم، ويكسب بفرق هدف واثنين وثلاثه، لكن برضو في المباراه اللي زي كده ما تحتاجش المجازفه، تحتاج ان انت تبقى مركز قوي ونازل بخطه كويسه ونازل باراده وعزيمه ان انت تخلص في الشوط الاول. متفائل خاصه ان في اجواء طبعا مناخيه هناك صعبه جدا، درجه حراره عاليه، رطوبه عاليه، وامطار شديده، ممكن امطار كتيره يعني. بس على الناحيه اللوجستيه استاذ محمد، انا اسف معلش المقاطعه الاهفته في الجزئيه الاخيره ديت، على الناحيه اللوجستيه او الناحيه الاداريه لتنظيم اقامه هذه المباراه بالنسبه للاهلي، حصل امور ان شاء الله تدينا انطباع ان لا الامور الفنيه هتبقى كويسه، ان انت سافرت قبل الماتش بخمس ايام، قعدت يومين ثلاثه في العاصمه، هتستقل الطائره بكره الصبح الساعه 8 عشان تروح تلعب في المقاطعه اللي فيها المباراه. تمام. فبالتالي مش عامل اجهاد بدني او مده سفر طويل على الفرقه. لا، هو طبعا كل دي امور الفضل فيها يرجع للاداره الكويسه السليمه اللي هي بتخطط صح وبتعمل على راحه الفريق، واخد بال حضرتك، بس برضو لا نضمن الملعب. انا متفائل ان الاهلي ان شاء الله هيرجع بالثلاث نقاط وبنتيجه مميزه جدا ان شاء الله باذن الله، ويبقى نستقبل النجم ونكرمه اكرام كويس جدا ونتاهل ان شاء الله لدور الثمانيه ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد انا بشكرك، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وكانت فرصه طيبه الناس تطلع آراءك في كل هذه القضايا، خاصة أن الأسبوع كان مليء بأحداث كتير، ودايما كده الكرة المصرية الكواليس فيها والأسرة ما بتخلص، ودايما كل يوم في جديد. أنا بشكرك جدا وبشكر يعني قناة الأهلي، وبالتوفيق إن شاء الله لزعيم القارة بطل القرن النادي الأهلي. شكرا جدا أستاذ محمد. شكرا. كان لقاء مهم جدا مع الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة لاستطلاع رأيه ومعرفة المعلومات الخاصة بالأحداث الرياضية التي طرأت على الساحة خلال هذا الأسبوع. لكن بإذن الله بداية الأسبوع القادم انطلاقة جديدة للنادي الأهلي في البطولة الإفريقية، مباراة بلاتينيوم على ملعب الفريق الزيمبابوي، مباراة مهمة جدا في الجولة الرابعة، 3 نقاط يضع الأهلي في الصدارة قبل مواجهة النجم الساحلي. بالتأكيد الجولة الرابعة والخامسة هيحسموا شكل المجموعة قبل المباراة الأخيرة، وكلنا الثقة إن شاء الله في اللاعبين وفي الجهاز الفني على أنهم إن شاء الله يحققوا نتيجة كويسة قبل إن شاء الله العودة ومواجهة النجم الساحلي، وإن شاء الله يكون الانتصارات المحلية انعكاس جيد على البطولة الإفريقية. إلى هنا بتنتهي الفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، والتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.